طبعا كل اللي موجودين في القاعة حاليا مش بس المتحدثين، هما نجوم في الاقتصاد وفي إدارة الأعمال في اسكندرية. احنا هنا في الملتقى الأول عايزين طبعا نعرف التفاصيل، احنا موجودين ليه ومين صاحب الدعوة، وهذا الكم من المتحدثين ونجوم الصناعة اللي موجودين في مصر اللي هيكلمونا النهاردة على تجربة نجاح للاقتصاد المصري. بس هنعرف الأول كل التفاصيل من الأستاذ مجدي عفيفي صاحب الدعوة وصاحب فكرة المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم. ليه جت فكرة ان احنا نعمل صالون او ملتقى أو نقعد مع بعض ونتناقش؟ الحقيقة إحنا بنتناول معظم بعد فترة 25 يناير حصل نوع من التشتت، نوع من البعد، ما بقاش في علاقة مباشرة بين الناس بشكل علاقات سياسية والعلاقات الاقتصادية، حصل فيها نوع من الخلل. بناخد معلوماتنا معظمها من التوك شو التلفزيون، شوية معلومات بتيجي من خلال التبادل على النت او على الواتساب، او يعني عموما السوشيال ميديا اخذت مساحة كبيرة، التلفزيون اخذ مساحة كبيرة، انما ما بقيناش نقعد مع بعض. ومن هنا جت فكرة احنا لازم نقعد مع بعض، لازم نتناقش، لازم يحصل نوع من اللقاءات اللي فعلا كلنا نستفيد. وجت الفكرة ان طب ليه ما نبتديش باهم الموضوعات او اهم احداث 2017، واهم حدث حصل السنه دي التعويم، اهم حدث حصل التغير في سعر الصرف، في احداث اقتصاديه حصلت كتير. كان يجب علينا ان احنا لما نيجي نعمل صالون ونتناقش ونعرضه يبقى يكون اول عرض لنا او اول صالون ممكن نتناقش فيه هو الحاجه اللي اثرت علينا كمجتمع سكندري ومجتمع مصر بالكامل، تغير الأسعار، الاقتصاد، هل اللي بيحصل ده صعب ولا هيبقى له حلول، ولا المرحلة اللي جاية هيحصل فيها تطور وننتقل من مرحلة فيها صعوبة لمرحلة أفضل، هل النص كوباية الصعب اللي احنا فيه هل هننتقل لنص كوباية تاني في خدمة وفي ميزة وفي نجني ثمار ما يحدث اللي احنا عايشينه النهاردة. كلنا كمجتمع اتأثرنا، كلنا كمجتمع من أي مستوى فيه، من أول يعني كل مستويات المجتمع حصلها نوع من التأثير بما حدث. طيب أساتذتنا والمتخصصين والتجمع الجميل اللي احنا موجودين فيه هنسألهم يا جماعة احنا فين؟ احنا رايحين فين؟ هل مصر دخلة في نفق مظلم ولا في ضوء وضوء جيد؟ وده ملحوظ ان احنا داخلين على مرحلة، اكيد خدنا مرحلة صعبة، في مرحلة تانية هتكون ان شاء الله كلنا منتظرينها ومنتظرين ان يحصل نقلة حقيقية ونقلة جيدة وبندور عليها كلنا. فكاد هنا فكرة اللقاء، وابتدينا نتكلم في اول حاجة هنعرضها ونتكلم فيها ونناقشها الإصلاح الاقتصادي اللي احنا فيه هيوصلنا لفين. وهنسيب طبعا الكلمة لأساتذتنا والمتخصصين يقدروا يشرحوا لنا احنا فين ورايحين على فين ان شاء الله. وشكرا. احنا بكده بنكون بنقول ان موضوع الملتقى هو الاصلاحات الاقتصادية. احنا معانا اللي هيتكلموا على الموضوع وتقييمه، هل الاصلاح الاقتصادي في مصر كان حتمي ولا كان يعني تجربة احنا دخلنا فيها بدون وعي؟ لازم في الفترة اللي جاية هيكون عندنا خطوات ايجابية علشان المواطن البسيط يحس ان الاقتصاد ماشي في اتجاه ايجابي. هبتدي مع الدكتور محمد البنا اللي هيكلمنا عن هل الاصلاح يا دكتور كان ضرورة؟ يعني الرئيس كان بيغامر لما دخل بينا تجربة الاصلاح الاقتصادي بشعبيته، ولا ده كان قرار اضطراري لازم علشان احنا عندنا ازمات اقتصادية وسياسية فكان لابد من الاصلاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل الاصلاح كان ضرورة؟
والحقيقة أنا هحط السؤال بشكل تاني، يعني هو الإصلاحات أو البرامج الإصلاح الاقتصادي مش هتنتهي بقى؟ احنا بقالنا من السبعينات، من سبعينات القرن الماضي حتى العشرين الثانية أو العشرة الثانية من القرن الواحد وعشرين، داخلين في حلقة مفرغة إصلاحات، وأكيد مطلوب إصلاح، لأن الإصلاح بيأتي عقب وجود تشوهات بتحدث في الاقتصاد الوطني، بدءا من عجز الموازنة، العجز الخارجي لميزان المدفوعات، الأسعار، دعم سلعي بيتزايد، كثير من الجوانب التي يمكن وصفها بأنها غير متوازنة أو فيها تشوهات، فلا بد أن يأتي الإصلاح. طيب إلى متى الإصلاح أو برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحولات الهيكلية اللي بيتبناها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مطلوبة بكل تأكيد، وما حدث في العام الماضي نقول 2016 من تطبيق أو عقد الاتفاقية مع الصندوق لتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي كان ضرورة بالتأكيد. نحن نتمنى أن يكون هذا البرنامج الأخير هو آخر برامج الإصلاح حتى ننطلق ببلدنا إلى آفاق التنمية. عندنا أمل كبير أن يكون هذا البرنامج هو آخر برامج الإصلاح ثم نبدأ في الانطلاق. دائما برامج الإصلاح بيعقبها، وأنتم رجال أعمال، بيعقبها ما يعرف بالويت اند سي، رجال الأعمال بينتظروا وحتى يروا ماذا سيحدث بعد ذلك. فإذا كانت البيئة، بيئة الأعمال مواتية، بينطلق رجال الأعمال اللي هم نقدر نطلق عليهم، مش نقدر نطلق عليهم، هو اسمهم كإنتربرينير شيب، هم رواد الأعمال. رواد الأعمال أو رجال الأعمال ما لا فرق، على أكتافهم بتبنى الحضارات، المبادرات الفردية والمشروعات الخاصة هي التي تقود الدول إلى رحاب التنمية. الحكومة عليها دور بكل تأكيد، هي التي تطبق برنامج الإصلاح، والتشوهات معظمها كلها مسؤول عنها القطاع الحكومي، لكن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي يجب أن يتبعه تحفيز وحفز للقطاع الخاص، للمبادرات الفردية، أن توفر الحكومة بيئة مواتية لرجال الأعمال كان يتخذوا قراراتهم المستقبلية، نوع من الاستقرار بقى في سعر الصرف، نوع من الاستقرار في الأسعار، عشان رواد الأعمال اللي هو حضراتكم تستطيعون أن تخططوا لمشروعات المستقبل، مشروعات أو قرارات الاستثمار اللي هي بتعتبر مدخل أساسي ورئيسي في التقدم والنمو الاقتصادي، مبنية على توقعات في المستقبل. أنت كرجل أعمال أو رائد من رواد الأعمال عاوز تبني مشروع، عايز تنفذ مشروع، بتعمل له الفيزابيليتي ستادي، الكوست بنفيت أناليسيز، إيه التدفقات الداخلة والتدفقات الخارجة، أنت محتاج أنك تبني هذا التصور على أوضاع اقتصادية مستقرة، هذا ما نأمله من الحكومة حتى ينطلق الاقتصاد الوطني. أنا الحقيقة إيه يا فندم بالتشوهات؟ ما أنا قلت يعني أن يحدث التشوهات، بمعنى يتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، أن تزيد النفقات العامة عن الإيرادات العامة بشكل كبير، بنسبة كبيرة، أو يتراكم العجز بيتبعه تراكم تلقائي في الدين العام، ومن ثم بأدي واحد من أوجه التشوهات. عجز الموازنة العامة عادة ما يتبعه تمويل العجز بطرق تضخمية، مما يؤدي لارتفاع الأسعار وهكذا، ده يؤثر سلبا على قدرتنا التصديرية ويزيد من قيمة الواردات عن الصادرات، فيختل الميزان المدفوعات أو ميزان المعاملات الخارجية. أنا بس عايز أركز على البعد الثالث اللي أنتوا أوردتموه في محاور النقاش، اللي هو البعد الخاص بمنظومة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا والفقيرة والمتوسطة
وهل هي كافية ورؤى وأفكار لمزيد من سبل الحماية؟ لكن أنا عندي 4 محاور مهمة جدا يجب العمل عليها حتى نحقق الحماية الاجتماعية لهذا الوطن. رجال الأعمال، رواد الأعمال وغيرهم من الطبقات يحتاجون أن يمدوا أيديهم إلى الطبقات الدنيا أو الفقراء بصريح العبارة. عندنا 4 محاور. المحور الأول هو نظام التأمينات الاجتماعية. نظام التأمينات الاجتماعية في مصر يحتاج إلى تطوير جذري، لأنه بدلاً من أن يكون سداً في وجه زيادة معدلات الفقر بعد الارتفاعات الأخيرة في الأسعار والتضخم الجامح الذي حدث، أصبحت الأسر 7 مليون أو أكثر شوية أصبحوا عرضة لأن يصبحون ضمن طبقة الفقراء. التأمينات الاجتماعية محتاجة إصلاح. في عبارة وجيزة، نحن نحتاج أن نتحول من نظام التمويل الشامل الذي يقوم عليه نظام التأمينات الاجتماعية الحالي إلى نظام آخر مثل بقية الدول اللي بنسميه في أزيوجو أو الدافع عند الاستحقاق. المحور الثاني هو الضمان الاجتماعي، وأعتقد أن نظام تكافل وكرامة يعتبر بداية لتطبيق نظام دعم الفقراء. نحن نحتاج إلى دعم الفقراء وليس دعم السلع. دعم السلع ده أيام الحروب والمجاعات والكوارث إلى آخره. نحن نحتاج إلى دعم الفقراء. باختصار شديد، نحن نحتاج أن نحدد من هم الفقراء، وأعتقد أن بلد زي مصر تستطيع أن تحدد ما هي الفئات الفقيرة التي تحتاج إلى دعم. الأول نحدد مين يستحق الدعم، ثم نبدأ نقدم لهم الدعم، عيني، سلعي، whatever، مش مهم بقى، المهم أن احنا حددنا الفقراء. النقطة الأخيرة هو موضوع التعليم والبحث العلمي. هذا مدخل مهام جدا إذا أردنا الاقتصاد المصري أن يساير العصر. نحن الآن في عصر الاقتصاد المعرفي، knowledge economy. المعرفة أصبحت أهم مدخلات دالة الإنتاج والصناعة. بدون البحث العلمي وبدون نهضة في التعليم لن نستطيع أن نوقف التشوهات، ولن نستطيع أن نستغني عن برامج إصلاح اقتصادي في المستقبل. شكرا لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية حقيقة تحية لمن قام بتنظيم هذا اللقاء، لأننا نجد دائما أن الحفلات والأشياء الأخرى هي الأكثر اهتماما، فتحية للحقيقة من بدأ هذه الفكرة، لأن نناقش مناقشة علمية داخل الأسكندرية وتبدأ الفكرة من الأسكندرية، فكل الشكر والتقدير لكل من ساهم فأن يبدأ هذا اللقاء من هنا. النقطة الثانية الحقيقة تحية خاصة لصاحب هذه القناة، لأن لو كان في حد تاني وكان فرح كان ممكن جت قنوات، كنت تأتي قناة لتنقل أفكار مستنيرة فيها نوع شديد جدا، إن احنا عشان نجيب واحد يسمعنا في العلم صعب جدا نلاقيه. فكل الشكر والتقدير أن يكون هناك إعلاما بناء يستطيع أن يرشد من مفاهيم ووعي هذا المجتمع، هذه الثورة الحقيقية. النقطة الثانية الحقيقة في محاور كثيرة، وأنا كعدت بالرغم أن أنا كنت مسؤولاً، أنا بتحدث بلغة علمية ولكن لغة علمية تطبيقية في ضوء الواقع وفي ضوء الممارسات، فلن أستطيع أن أمر على كل هذه الأشياء، ولكن دعونا فليكن هذا اللقاء هو اللقاء الأول يفتح يقوم باستيضاح بعض العناصر الأساسية، لأن كل عنصر من هذه العناصر لا يمكن استيفاؤه في جلسات وفي كلمات من هنا أو من هناك، حتى لا في الحقيقة ده نوع من المتخصص إهانة. إنما أتحدث بتسطحية عن موضوع يتسم بالحيوية وبالحراك الشعبي والحراك الإقليمي كمان، يبقى نوع. فإحنا بنقول نتفق من حيث المبدأ أننا بنبدأ الآن
وضع خطوط رئيسية للنقاش المستقبلي في هذا الاتجاه، وأتمنى أن يكون الفترة القادمة نثقف هذا الشعب اقتصاديا، بدل ما نقول له من المغنية ومن المغني كلهم حافظينهم. لو سألت أي حد في الاقتصاد يقول له ده شفته فين قبل كده. هذا هو المفهوم المختل اللي لازم نبدأ منه الإصلاح. هقول بعض النقاط الرئيسية ولن أخوض فيها تحليليا، وحينما أتحدث عن أي موضوع فأنا أملك من الأدلة العلمية ومن الشجاعة على برهنة ما أقول بطريقة علمية، ولكن لا يتسع المجال. النقطة الأولى، هل الإصلاح كان ضرورة أم ما كانش ضرورة؟ لازم حضراتكم نفهم حاجتين، هناك إصلاح مالي وهناك إصلاح اقتصادي، وهناك فرق دائما لما يكون واحد الحرارة بتاعته عالية جدا وصلت لـ40 ما أقدرش أدله إصلاح اقتصادي، ما أقدرش أدله علاج. ببدأ الأول أخذ الظواهر دي أنزلها، ثم أبدأ هذا المجتمع بحقن اقتصادي بإصلاح اقتصادي. إذن الإصلاح المالي الذي تبدأه البرامج ده نوع من السخونية العالية قوي. مهمة الاقتصاديين أن يمهدوا البيئة المناسبة لأن ينطلق الإصلاح الاقتصادي، ونحن بدأنا الاثنين معا، ودي النقطة المحورية. المحورية أن عندك ثلاث أبعاد، أنت تخوض حربا، أنت تخوض إصلاحات مالية، أنت تبني مشروعات مستقبلية. فده داخل المنظومة، لم يعد الفكر التقليدي أن أنا أستاذ جامعة أجي أحلل ده غلط وده صح، ما ينفعش أن كنا بنتعامل مع جزئيات، فلا بد أن نتحول بمنطقية بعلمية لكافة الأبعاد والتداخل بين هذه الجوانب. تأخر كل ما هيتأخر تكلفته أعلى. هل معنى ذلك أنني أتفق بالطريقة التي تم عليها؟ لا، لي مآخذ كثيرة بالطريقة التي هو كان ضروريا وكان أساسيا أن يتم. بالطريقة التي تم عليها كنا نحتاج نقاشا علميا، لأن كان ليس ما أدية، وبقولها صراحة ليس هو الأفضل، ولكن كان يمكن أن يكون هناك أفضل. هل هو صحيح أم غير صحيح؟ نعم، هو في الطريق الصحيح، بس الطريق الصحيح كان يمكن أن ينجم عنه مكاسب أكثر. إذا توفر إيه؟ إذا توفر إمكانية، أنا مش عايز أدخل حتى لا أخو، لأن أنا ببساطة شديدة زي ما بقول لك بالضبط هتكلم في الحماية. أي إصلاح مالي وأي إصلاح اقتصادي قالب به في العلم أنه له أضرار اجتماعية كبيرة جداً، والجزء وأنا بستغرب الحقيقة، وده كان جزء مجسفة كثيرة من رجل عايز يبني بلد سياسية. ما ينفعش يا فندم تعمل اللي تعمله، لأن الدنيا كلنا كنا بنخاف وي وي وي. فأردت أنا بتكلم باب منطق ولا ده مع ده، وحقول لكم ليه بكل منطق تقول أردت أن أنا عايز أعمل نقلة نوعية. الطريق الطبيعي في السير مش هينقلني نقلة نوعية لمصر، محتاج 30-40 سنة موجودين. طب هل أضحي بجزء كبير جدا من شعبيتي لأتخذ قرارات جريئة؟ نعم، بس كان يمكن في هذه الحالة حواليك ومتخذ القرار الآخرين والحكومة تقول يا جماعة في ضرر كبير جدا على شبكة الحماية الاجتماعية. الضرر الأكبر على مصر أنك تجعل الآن هؤلاء الذين ليس لديهم إحساس إلا بالألم أن يحسوا بنعمة، أو على الأقل توقف الضرر عليهم. هنا تلجأ شبكة الحماية الاجتماعية. شبكة الحماية الاجتماعية هل ما أدية من شبكة حماية كان هو الصحيح 100%؟ لا طبعا، كلنا نقول ألب به كان يمكن أن نضع. طب هنفضل نحكي وبس وننتقد بدون؟ لا بد وأن نبحث من الآن أن هناك طبقات ومتزايدة في هذا المجتمع تتألم يوميا من الإصلاح الاقتصادي، وأي واحد يقول غير كده غير صادق، لأن الصدق يتطلب مني أن نجلس سوياً كاقتصاديين وأن نضع منظومة الحماية الاجتماعية تحمي هؤلاء. لأن تقول لي هتجيب فلوس منين؟ أقول لك بند بسيط جداً، ورجال الأعمال وبحترمهم كلهم، مش معقولة رجل أعمال أدله قرار الصبح إداري ارفع سعر الضريبة الجمركية من 30% لـ70%، ياخد دينا 10% في صندوق دعم الفقراء. ده انت مكسبك زاد 30-40-50% ليس بكفاءتك، وانما بسبب قرار اداري. علينا ان نجد صندوقا، مش الدوله ما تتحملوش، رجال الاعمال الذين استفادوا من ذلك لابد ان نساهم، الوطني من هو قادر. هذا الصندوق لابد ان يكون احد المدخلات الاساسيه للحمايه. هقول نقط حذاري، انكم حذرتوا قبل سعر السعر، هقولها تاني.
للأسف بعض الاقتصاديين يعني بعض رجال الأعمال عندنا أعلى معدل تضخم. معدل التضخم ده الكارثة اللي احنا لازم ننزلها عشان نبدأ انطلاق. يجي يقول لي اعمل دعم نقدي قالب ب لا فندم اسمه ان كايند سبسيدي. قول له 500 جنيه بس هتفق لك مع فتح مع سوري مع اي اسم تجاري واقول له انا عايز منك ب 100 مليار تديهم لي ب 80 عشان هوجع عليك. ينزل يشتري زي البني ادمين، انما ما تدلوش في جيبه ينزل لان مضاعف الانفاق النقدي لو كان نقديا هيعمل انفليشن عالي جدا. انما تدلوه شكل عيني كلكلو اللحمه وخلاص هيعمل دوله ولكنه دورته. فاحدد اللي شفت رجال الاعمال وشفت بعض مجلس النواب يتحدثون اننا لابد ان نتحول لدعم نقدي بقول بتخرب بنفس المنظومه. النقطه الثانيه شبكات الحمايه اللي انا بقولها نيجي للمؤشرات لابد ان نتعامل معها. وحطمن بقى انا استاذ ماليه عامه اعلى معدل النهارده الدين العام وصل ل 106% من الجي دي بي من الناتج القومي. خطر طبعا لما تقول لي نسبه العجز في الموازنه خطر طبعا بس كاستاذ ماليه اطمنك دلوقتي حتى مقاييس المؤسسات الدوليه السستينابيلي الفاينانشال سستينابيلتي ما عادش باخد يا فندم انت لازم انا لو حد مسؤول يجي عامل الحكومه اعمل لي موازنه 4 سنوات لان انا ماشي بطريق غير عادي انا قاعد انفق بس الثمار هتجيلي. فاذا كان عندك عجز مؤقت النهارده عالي جدا يمكن ان يكون هذا العجز متنازل في السنوات فحينما تقيمني قيمني مش على سنه ولا على اثنين لان منطقي جدا تلاقي نسبه العجز. وفي دول كانت فيها 300% ولكنني احذر ان يتحول تمويل هذا العجز يبقى الدين العام من اجل الدين العام. انا عايز الدين العام من اجل بناء مشروعات تجيب عائد العائد بتاعها يستخدم في سداد الدين العام. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تسمحوا لي في البدايه ان انا اسجل شكري واحترامي وتقديري للكوكبه اللي تم تجميعها بهذا الشكل ان دلت على شيء انما تدل على معنى لابد ان يرسخ في اذهاننا. حلقات المجتمع حلقات متصله لا نستطيع ان نفصلها بعضها عن بعض. نحن لا نستطيع ان نفصل السياسي عن الاقتصادي عن الاجتماعي، لا نستطيع ان نفصل استاذ الجامعه عن المسؤول عن رجل الأعمال، كلها حلقات متصلة. كيفية ربط هذه الحلقات بعضها ببعض لكي تعزف نغمة تستطيع أن تحمل معنى للتنمية ومعنى للتطور ومعنى للتقدم. دعوني نتفق على مبادئ مع بعض وإحنا قاعدين. لابد أن نتفق على أسس واضحة. نحن لم نجلس لنقيم لكن ما عندناش مانع نجلس لنشخص. وهناك فرق شاسع بين التشخيص وبين التقييم. ولا يمكن وأساتذتنا الدكاترة يعرفوا الكلام ده كويس قوي، لا يمكن يحدث علاج بدون تشخيص لأي مريض ولأي داء سواء كان داء مرضي إنساني أو داء اجتماعي أو داء اقتصادي. لابد أنك بداية العلاج هي التشخيص، كلنا نتفق على هذا. الآفة الحقيقة أننا بين أمرين، بين النظرية والتطبيق، بين المنهج العلمي والممارسة والمعايشة. أحياناً فصل الاثنين خطأ جسيم، فالنظرية بدون تطبيق أداء عاجز، والمنهج العلمي بدون ممارسة ومعايشة أداء منقوص. حينما نضفر المنهج العلمي والنظرية بالتطبيق والممارسة نستطيع أن نحصل على نتيجة مثالية. والآفة اللي موجودة عندنا في مجتمعنا أنهم دول قليلين اللي قال عليهم أستاذنا الدكتور الانتربرونير الذي يجمع بين المنهج العلمي وبين النظرية ويجمع بين التطبيق والممارسة والمعايشة. دول قليلين، عشان كده لما بيتكلموا يبقى كلامهم إلى حد كبير مرتبط بواقع ومرتبط بفاعلية ومرتبط بمعدل أداء. ودول اللي بيفهموا كويس قوي في ثقافة الأولويات وهي جزء من الثقافات الغائبة عندنا اللي اتكلم عليها أستاذنا الدكتور عثمان.
ثقافة الأولويات دي ثقافة فعلا ثقافة غايبة. فدعوني نتفق على أننا حينما نشخص نبدأ نتكلم عشان نبدأ نعالج. وآفة كل المجتمعات والجلسات أنها تشخص ولا تعطي العلاج. اللي يعطي العلاج ده بقى جلسة غير موضوعية. فدعونا نشخص ثم نعطي العلاج تحت زعم إذا زادت المعرفة اختصرت العبارة. دعوني أحاول أن أختصر في العبارة قدر المستطاع حتى نستطيع أن نشخص الداء ونحدد بعض وسائل العلاج. فإذا أعطى الراعي أذن الرعية فعلى الرعية أن تكون له كلمة صدق أو تدعو له أو تصمت. ما هيش باب من التطبيل ولا باب من المجاملة في أمة تعيش مجموعة من التحديات الضخمة جدا. نحن نعيش مجموعة من التحديات الضخمة. وأنا والله أقسم بالله حينما أجلس بيني وبين نفسي وأرى التحديات التي واجهت هذه الأمة وأجد الرجل الذي ساق القدر به عشان يجي يعصر هذه التحديات والله العظيم أشفق عليه. أولاً إحنا خرجنا من ثورة غريبة، ثورة كانت كلها أنا لا أقيم لكن أشخص. ثورة عطلت حركة التنمية في مصر من سنة 2001 لحد سنة 2013 لحد ما جاء انتخب رئيس، ثم جاء رئيس ساق القدر أيضا لكي يحضر فترة غريبة اللي هي الفترة اللي احنا كنا عايشين فيها مش في دولة، عايشين فيها في لا دولة. وهذه حقيقة، لا دولة صدرت لنا إرهاب رهيب جاي من أفغانستان ما زال موجود في سيناء أكثر من 3000 واحد، صدرت لنا ونمت فينا نوع من التطرف والإرهاب غريب عن مجتمعنا، لكنه زاد في هذا الحقبة بشكل جيد وبشكل فاعل وبشكل مؤثر. للأسف لهم فكر ولهم رؤية، وللأسف الشديد لابد أن نفتكر ونتذكر كويس قوي إن اللي جم من أفغانستان دول صناعة أمريكية، ودول اللي صنعوهم الأمريكان عشان يطردوا الروس من أفغانستان، وجايين دلوقتي وقاعدين في سيناء بيخططوا لمعارك وبيخططوا وبينفذوا سياسات بتاعت بره. المعادلة اللي في سيناء أنا أدرى بيها وأعلمها تماما، معادلة فيها عناصر كتيرة جدا. ثم بعد ذلك كانت اللا دولة تنتهي، ربنا سبحانه وتعالى ساق القدر واحد عشان يعيد الدولة إلى دولة. وأنا عايز أقول برضو للأمانة والتقدير حتى نكون أمناء مع نفوسنا، الذي عاد اللا دولة إلا دولة مؤسسة العسكرية لما جابت بشار عدلي منصور، رجل جاء بدأ يحط ملامح الدولة. ده تشخيص مش تقييم. فساق القدر الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يأتي في هذه المرحلة، جاء بتحديات ضخمة. لابد أننا نقعد نواجه التحديات دي نقول هل التحديات دي صعبة لدرجة أن احنا لا نستطيع أن نواجهها كأمة؟ أول هذه التحديات على الإطلاق أنه جاء من مرحلة لا دولة ليعيد هذه اللا دولة إلى دولة بعد الفترة الحقبة الانتقالية البسيطة اللي جاء فيها المستشار عدلي منصور. حصل انتخابات رئاسة، حصل انتخابات برلمانية، بدأت تعيد ترتيب مؤسسات الدولة. اقتصاد انهار واقف بقاله فترة كبيرة ما بيحصلش فيه اي نوع، معدلات زيادة في السكان رهيبة جدا. مش ده التشخيص اللي احنا عشناه؟ وجاء الراجل علشان يرى مجموعة من التحديات الضخمة جدا. اول تحدي بيواجهه الرئيس، اسمحوا لي ان انا اقف، اول تحديات واجهه الرئيس اخطر تحدي المية. ومشكلة في اثيوبيا في غفلة الزمن دي بدأت، كانت لا تجرؤ أثيوبيا إطلاقاً إنها تبني سد النهضة ده، لكن غفلة بالزمن والناس نسيت بدأت تبني سد. إحنا اللي كنا موافقين على السد ده في الأول خالص، بس إننا كنا موافقين بقيمة تخزينية قد كده. مشكلة ضخمة جداً على فكرة، مشكلة المية، لأن مشكلة المية بالنسبة لنا مشكلة حياة أو موت. أدي أول مشكلة بتواجه القيادة السياسية اللي موجودة. وبعدين مشكلة إرهاب لعين في سيناء. اللي بيحصل في سيناء يا اخواننا لازم المجتمع يكون عارفه، حجمه مش حجم مجموعه من العيال التكفيريين ولا مجموعه من العيال الارهابيين. اللي بيحصل في سيناء مخابرات دوليه بتلعب هناك علشان يحدث اعاده توازن في المنطقه
ويحلوا مشكلة فلسطين على حساب سيناء. المخابرات الأمريكية بتلعب في سيناء، CIA، المخابرات الإسرائيلية بتلعب في سيناء، الموساد، المخابرات، كثير من الدول. لا نستطيع أن نطرح هذا الكلام لأن مش كل ما هو معلوم يقال، ولا كل ما هو معلوم يقال جاء أوانه، ولا كل ما هو معلوم يقال جاء أوانه صادف أهله. لكن الحقيقة اللاعبين كثر في سيناء، مش بس القاعدة، ومش بس داعش، ومش بس التكفير والهجرة، لا، هناك لاعبين آخرين. عشان نبقى عارفين بس التحديات اللي بتواجهنا والظروف اللي احنا عايشين فيها. التطرف الذي بدأ ينتشر في بعض الجامعات المصرية وبدأ ينتشر بين الشباب، هذه ظواهر. التحديات الاقتصادية الرهيبة والضخمة جدا، ارتفاع العملة. وعلى فكرة احنا التضخم الرهيب جدا اللي بيحصل ده لا يمكن اي حد يستوعبه امام كل المتغيرات دي والتحديات دي. كان هناك قيادة سياسية بتتعامل مع كل متغير. مواجهة هذه التحديات بنوع من التقدم والرقي. عندنا مشكلة ضخمة جدا، العلاقة المختلة بين المكان والسكان. فجأة أنت عايش على 6%، واللي عايش في القاهرة الإسكندرية أرحم شوية. القاهرة السرعة بقت فيها 11 كيلو. لو وصلت السرعة 8 كيلو في الساعة، يعني معناتها الناس توقف. بدأ يفكر في فكر جديد، مدينة جديدة اسمها عاصمة جديدة، تنقل برا الوادي، برا القاهرة، وليست بالقريب، بتبنى على أحدث مستوى. برغم من كل المشاكل والعضال اللي احنا عايشين فيها دي، إلا أن تفاجأ أن في فكر ورؤية متقدمة أخرى لإنشاء عاصمة جديدة أنا أحب أن أنا أعيش فيها، وأحب أن احنا نتركها لأبنائنا وأحفادنا. مش ممكن احنا برضو نترك لأبنائنا وأحفادنا بس مشاكل، لازم نترك لهم بوتنشل، لازم نترك لهم حالة. الحالة دي موجودة في العاصمة الجديدة، علاقة غير مختلة بين المكان والسكان، علاقة بين الفراغ والكتلة، مبنية على أحدث المدن العلمية الحديثة اللي بنت عليها سنغافورة واللي بنت عليها ماليزيا. روحوا العاصمة الجديدة وتفرجوا عليها عشان يبدأ يعمل تفريغ من الوادي اللي كادت الكثافة السكانية تشل حركته، إلى منطقة الكثافة السكانية إعادة صياغة الحركة السكانية فيها. هذا لابد أننا نقول للمجتهد في هذا المجال برافو، نقول له يعني ده شيء جيد. أيضاً هناك تعاملات كثيرة على هذا المستوى. سلح جيش قوي لأن احنا داخلين في معارك ولسه ما نقدرش ننسى منين ينعادوا حقيقي. الجيش واخد وقت واخد جهد، ونحن أمام هذه التحديات وأمام المعارك كلها لابد أن نلتف أمام كل التحديات دي. وبعدين تيجي بعد كل ده مشكلة جديدة اسمها القدس، تثير حافظة الناس كلها عشان تبدأ تتعامل معها. وهذا القائد لابد أن يتعامل مع كل هذه المشاكل ويفكر في ذات الوقت وفي نفس الوقت إزاي يعيد صياغة حركة الأمة وإزاي يدفع الاقتصاد بتاعها الأمام. هل معنى كده إن كل حاجة ماشية صح؟ لا، أكيد مش كل حاجة ماشية صح. بس زي ما قال أستاذنا الدكتور عثمان، إحنا أمام اقتصاد حرب. لكن أنا بتفق جداً مع الأستاذ الدكتور سعيد أن السياسات المالية محتاجة مراجعة. أيوة، مفيش حاجة اسمها فايدة 20% في بنوك، ده يأثر على الاستثمار بالخطأ. مفيش حاجة اسمها كده، ما انت بتساعد للتضخم. لابد ان نسمع العلماء ونسمع الممارسين ونسمع. ايوه، السياسات المالية محتاجة مراجعة، اتفق معاك يا استاذ يا دكتور سعيد، السياسات المالية محتاجة مراجعة ومحتاجة اعادة تقييم. ولما نقول مراجعة ونقول اعادة تقييم، مش معنى كده ان احنا بننقد ولا احنا، لا بالعكس، نحن نساهم ونشارك. وهنا لابد ان نرفع شعار الانسان يعمل على قدر طاقته مش على قدر حاجته، ياخذ حاجته ثم يعطي لمن لا طاقة له جزء من حاجاته. والطاقة هنا مش طاقة بس مالية، طاقة مالية وطاقة ذهنية وطاقة فكرية وطاقة أيضا خبرة ومعاملات. هو ده اللي نبدأ نديها. عايز أختم عشان أدي فرصة لغيري برضو يتكلم، ونترك للفلور حوار يثري هذا المعنى وهذا الموضوع الذكي القيم وهذا الجمع والتراكيب الاجتماعية المحترمة، موضوع التكافل الاجتماعي والسلام الاجتماعي في المجتمع. التشوهات اللي موجودة عندنا في الاقتصاد تشوهات خطيرة جدا. حد يصدق اخواننا ان احنا كنا بندعم السفارات الاجنبية بفرق البنزين؟ بندعم البنزين وكل السفارات دي عربياتها فارهة، بقالنا 35 سنة بندعم السفارات الامريكية في البنزين اللي بتاخده. مش ده كان حقيقي؟
أي سلعة فيها سعرين يبقى فيها فساد. ما نضجش أي قائد سياسي ولا قائد اقتصادي لأنه يعمل حل موضوعي وعلمي. ما فيش حد بيقدم صح دعم السلعة. الدعم يقدم للفقير ولصاحب الحاجة. إحنا تخلفنا كتير قوي في الاقتصاد بنواجه هذه المشاكل المتراكمة دلوقتي. بدأنا نخش، لكن أحياناً لما بيتأخر الزمن في الحل بيبقى الحل مكلف أكتر وبندفع ثمنه أكتر. هنا مشكلة التكافل الاجتماعي في المرحلة دي. أنا عايز أختم بحاجة يمكن تكون برة الدائرة وبرة الموضوع. البي اتش دي بتاعتي في الاقتصاد، قرأت ما قرأت وسمعت ما سمعت، فلم أسمع ولم أقرأ مثل ما جاء في التكافل الاجتماعي عندنا، سواء في المسيحية في العشور أو في الإسلام زي ما قال ربع العشر. لكن هي مش ربع العشر يا أخوان. المال عندنا مقسم ثلاث أقسام. المال مال الله، انفقوا مال الله الذي أتاكم، انفقوا فيما أنتم مستخلفون فيه. وده درجة عالية جدا جدا، الإنسان يحس أن المال ده مش مال وده مال ربنا. أنا أعتقد أن دي درجة راقية جدا. أو المال يعترف لك بمالك، يقول لك إيه، والذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ماشي، بس بشرط حق معلوم عشان تحقق التكافل الاجتماعي والسلام الاجتماعي. أو أنت بخيل أو يقول لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. المال الشيء الوحيد عندنا في الدين اللي بنسأل عليه مرتين، مرة مما اكتسبناه ومرة فيما أنفقناه. ينبغي أن يكون الكسب حلال والإنفاق على الأقل ابتغاء مرضاة الله، أو على الأقل في غير معصية. هب أنك كسبت واكتنست. عمري ما شفت عطيل لحركة الحياة، عمري ما شفت عذاب بيصور أكثر من الاكتناز. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم تحمى عليهم في نار جهنم فتكوى بها جبههم وظهورهم وجنوبهم ذوقوا هذا جزاء ما كنستم لأنفسكم فسوقوا ما كنتم تكنزون. عشان ده تعطيل لحركة الحياة. حتى اللي عايز يسيب أولاده أموال قال لهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذن المال لابد أن يخرج من وجدان متحرر. وهنا أقول لرجال الأعمال زملائي، الحقيقة أن الكوميونت بتاعنا مأثر في الموضوع ده، ولازم نعترف، لأننا لا نعظم دور الوظيفة الاجتماعية رأس المال. وتعظيم دور الوظيفة الاجتماعية رأس المال ليس منا من الغني على الفقير، لكنه يحقق سلام اجتماعي أول من ينعم به الغني، لأنه هو اللي عايش في السلام اللي موجود. ده حق الله فينا. فأخواننا أنا عايز أقول لكم على حاجة. إحنا في مرحلة إذا ساق القدر لينا رجل على شاكلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينبغي أن نؤذره وندعمه ونؤيده حتى لا نخرج من الدولة إلى لا دولة. أرجوكم إياكم أن نخرج من الدولة إلى لا دولة مرة ثانية. لازم نفضل محافظين على الدولة، محافظين على وعارفين حجم التحديات. كل منا يسانده على قدر طاقته وليس على قدر حاجاته. يأخذ حاجاته ثم يعطي لمن لا طاقة له جزء من حاجاته، وللصالون تكملة وللصالون بقية. شكرا. أولا نحن لا نبحث توجه اقتصادي في الإصلاح من زاوية تدخل الدولة ولا الاقتصاد الحر، ولكن نبحث في دولة وسوق يحتاج إلى تنظيم واقتصاد يحتاج استنهاض. هذا من جانب. وبالتالي انتقل إلى الجانب الآخر، هو حول مفهوم الإصلاح الاقتصادي. وهنا تيجي الأسئلة كتير. هل الإصلاح الاقتصادي له بداية وله نهاية؟ وما هي النهاية؟ ومن أين بدأت نقطة البداية؟ السؤال الآخر، عند النهاية هل ده يساوي سعادة البشر في ده على أرض مصر وانتعاش قطاع الأعمال الخاص والعام وانتصاص البطالة أو قدر كبير من البطالة وإنهاء مشاكل الموازنة العامة؟ الجانب الآخر، هل يمكن الحديث عن الإصلاح الاقتصادي باعتباره عملية فنية يختص بها الاقتصاديين أو ينفرد بها الاقتصاديين وملغزة ومليئة بالألغام لا يمكن أن تصدى ليها غير خبراء الاقتصاد بعيدا عن الشعب المصري
ويتم تعقيد هذه العملية للدرجة أن المواطن يبقى قاعد يسمع الاقتصاديين، وما أقصدش اللي هنا طبعا، وهم يتحدثون على الشاشة التلفزيون بتعبيرات ومصطلحات عصية على الفهم فيستنى لنهاية المطاف، أم هي أبسط من كده؟ وإن لا يمكن نتحدث عن الإصلاح الاقتصادي بعيد عن الاحتضان الشعبي، وإذا لم يكن هناك احتضان شعبي لعملية الإصلاح الاقتصادي وهي كانت ضرورة أن تبدأها مصر، لا يمكن أن نبدأها بعيدا عن احتضان شعبي لهذه العملية. الاحتضان الشعبي يتطلب أن احنا نراجع مفهوم الإصلاح الاقتصادي أو مفهوم الإصلاح، أن لا يمكن الكلام عن إصلاح اقتصادي بعيد عن إصلاح تشريعي، بعيد عن ابتكار تعليم صحة، أي البعد الاجتماعي في الإصلاح الاقتصادي لا يجب أن يقتصر عند حدود أن هناك فئات سوف تتضرر من عملية الإصلاح، ولكن المواطن اللي هيتضرر والفقير والعاطل هو ينتظر نهاية هذا الإصلاح. الأمر الآخر، لا ما يجبش أن احنا نخض الشعب المصري بالمؤشرات ونقول له أن معدل أن العجز في الموازنة كذا وبالتالي في خطر، وهو أن نصيب الأجور في الموازنة ارتفع والدعم مش عارف بقى كام وكده وبتاع، كل ده ممكن يتخفض من غير ما نخض الناس. ليه؟ لأن كل المؤشرات دي لو ارتفعت حسب ما يتمنى اقتصادي مصر، وأرجو أن ده يحصل، هيفضل السؤال مفيش عجز موازنة تمام لو ده حصل يعني، ومفيش عجز في الميزان التجاري وبالتالي في ميزان المدفوعات، يعني بنصدر أكتر ما بنستورد، ويعني المعدل النمو أعلى معدل الزيادة السكانية والتضخم. طيب ده يساوي السعادة للشعب المصري؟ هيحقق السعادة للشعب المصري؟ يعني هذا الاقتصاد بقى اقتصاد قوي ومتين؟ ولا يفضل السؤال المعدل النمو ده جاي من أنهي قطاعات؟ احنا عندنا معانا رجال صناعة، جاي من الصناعة ولا جاي من صادرات بترول وغاز؟ معدل النمو ده جاي من مضاربة في العقارات واستثمار عقاري ولا جاي من عملية إنتاجية وزراعية؟ هل خفض ميزان المدفوعات اللي تم بناء على التحكم في الميزان التجاري، يعني وارداتنا قلت، كان سببه قيود على الجمارك ولا زودنا انتاجنا الزراعي عشان نقلل وارداتنا من السلع الغذائية الأساسية اللي احنا بنستوردها؟ هل زودنا انتاجنا الصناعي وشلنا المعوقات قدام الصناعة في اتجاه التصدير ولا لا؟ النقطة الأخيرة عشان ما بقاش طولت، حضرتك كده بتتكلم على رؤية متكاملة للإصلاح وبتتكلم على توقيت وعلى ظروف، وهنا بيجي دور الدكتور عثمان. دعوني في البداية توصيف الوضع الحالي أو في السنوات الأخيرة للاقتصاد المصري، والحديث عن الإصلاح الاقتصادي أو ما شابه. نحن لسنا في ظروف محاولة للإصلاح الاقتصادي بأي تعريف من التعريفات، مثلما مثلا دخلنا في تجربة الإصلاح الاقتصادي في سنة 90 أو تجربة أفضل منها وأن كانت على نطاق أضيق حسب الظروف في 2003. إحنا في وضع أشبه وأصعب من هذه الفترة. إحنا في حقيقة الأمر في ظل اقتصاد حرب، لكن لا أرى في أي من سلوك أي من الأطراف المصرية أننا مدركين لهذه الحالة. وربما يعني أحاول أختصر إنه يعني في الكلام يجي أمثلة على هذا الوضع. الأمر الثاني، لأننا بنستبعد حالة اقتصاد حرب، وبالتالي الجهد لابد أن يكون متكامل ومشترك بين كل القوى الاجتماعية والسياسية والحكومة. لسنا في وضع عادي هو أن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون، الحكومة تفعل كذا ولا تفعل كذا، كان على الحكومة أن تفعل كذا أو ألا تفعل كذا، وإنما يجب أن يكون الحوار ما الذي يجب أن نفعله كي نعيد إلى الاقتصاد المصري توازنه
وأن نتخلص من الاختلالات المالية والنقدية التي تمسك برقاب الكل. وفي هذا نبحث عن من يساعدنا ويعني نبتعد كثيرا عن المقولات اللي كانت ممكن تتقال في سنة 90 أو في سنة 2003 تنفيذ روشتة الصندوق. هذه التعبيرات التي لا أجد من وراءها أي نفع وأنها يعني شعارات جوفاء. صندوق النقد الدولي هو مؤسسة دولية لا يختلف عن الجمعية العامة التي لجأنا إليها أول أمس. صندوق النقد الدولي هو أشبه ببنك، نحن أحد مؤسسيه ومالكيه، وأنه ملزم بحكم قانونه أن يساعد الدول التي تعاني من اختلالات مالية. صندوق النقد الدولي وأي من زملائي الاقتصاديين كان ممكن يبقى خبير فيه. لو أنا ما مشيت في سكة مشيت فيها واخترتها بنفسي كان ممكن جدا أكون خبير في صندوق النقد الدولي وأروح دولة زيمبابوي ولا زامبيا ولا عشان أقول لهم نصيحة. نصيحة من مدخل العلم الاقتصادي والتجربة الاقتصادية، القول بأنه المؤسسة النقد الدولي مؤسسة إمبريالية استعمارية وأن الحكومة إذا خضعت لها فهي عميل للإمبريالية، والكلام ده كله كلام لن يفيد بالذات إذا كنا في حالة اقتصاد حرب. الإصلاح الاقتصادي في هذه الفترة مقصود به استعادة التوازن إلى الاقتصاد المصري والقضاء أو تقليص الاختلالات المالية والنقدية، لأنها هي السبب فيما يعاني منه الناس والفقراء أكثر، وهو التضخم بلوى مسيحة. سببها العجز في الموازنة العامة. أحد أسباب العجز هي أننا كحكومة وكدولة أولوياتنا مختلة ومفاهيمنا مختلة. بمعنى نحن نتكلم عن الفقراء المستحقين للدعم من السبعينيات، ندعي أننا لا نعرف من هم الفقراء، ندعي وكأن مصر كلها فقراء. الحكومات تحت ضغط شعبوي تضطر إلى الحديث ليل نهار عن فتح باب التجديد البطاقات التموين. كم عندهم بطاقات تموين؟ 90 مليون. إزاي؟ يعني في 60 مليون ما هماش معرفين الفقراء وبياخدوا دعم. في خلل. أنا في كتاباتي ويعني أشير مش يعني هزعلكم وأقول لكم إنه ولا واحد في اللي موجودين دول على الأقل محتاج مستحق للدعم، ومع ذلك بناخده. مش مفروض. بنتكلم عن إنه اوعى حد يزود تذكرة المترو في القاهرة، اللي المواطن يركب من حلوان لدار السلام بجنيه، ينزل عشان يكمل مشوار ويركب الميكروباص ولا توك توك يدفع 5 و6 جنيه. المترو ملكنا كلنا، ما بتدفعش ليه تكلفته عشان نصين وعشان. ففي اختلال في مفاهيمنا رغم الاتفاق العام على انه لابد ان نساعد الفقراء. ما حدش يختلف على انه لابد طبعا من مساعدة الفقراء والى اخره. الكلام عن دعم عيني ودعم نقدي، لم يعد للدعم العيني في اي بلد من البلاد محل من الاعتبار. الغريب في مصر ان احنا بدأنا نطبق الدعم النقدي في نظام تكافل وكرامة، ومع ذلك الدعم العيني مستمر بل ويتزايد. نتكلم عن تدفق الغاز وكأننا سنصبح بحيرة عائمة على الغاز، وفي نفس الوقت نتوقع انه شوية وحنزود اسعار الكهرباء. انت الاعلام بيلعب دور غريب، عملت شبهني ان انا خلاص بقيت حبقى يعني غرقان بالغاز، وبالتالي بتديني انطباع وتوقعات عالية جدا في انه الكهرباء والبنزين هتبقى ببلاش، وتجي الحكومة تضطر انها تزود الاسعار. مفيش توافق، وهذه الكلمة التي ارجو ان يعني تكون مثل هذه اللقاءات بداية، لان نتوافق كمجتمع كقوة اجتماعية كقوة سياسية. ما هي الاولويات؟ ما الذي يجب عمله اولا؟ من يضحي اكثر من من لنخرج من هذه الكبوة التي للأسف قد تستغرق طويلا؟ شكرا جزيلا.
احنا هنسمع من المحتكين بفاتورة الإصلاح الاقتصادي اللي هم رجال الأعمال والصناعة. المشكلة بقى الكبيرة جداً، أنا عايز أركز على حاجتين. أولاً نمرة واحد، البلد دي يا إما يكون في بلد يا ما يكونش في بلد، فإحنا كلنا بنستحمل، لأن التهديد اللي على الحدود بتاعنا اللي من كل حتة والحرب والحاجات اللي بتحصل جوانا دي مخليانا كلنا ساكتين. مين فيكم بيسمع اليومين دول عن رجال أعمال؟ قولوا لي كده، في رجل أعمال صوته طالع في البلد ولا في رجل أعمال موجود؟ كل رجال الأعمال ماشي جنب الحيط، وماشي جنب الحيط ليه؟ كلكم عارفين الأسباب. أنا في حل إن أنا أقول مفيش حد في الدنيا بيتبهدل في هذه البلد في الوقت الحالي غير رجال الأعمال. وأنا كنت فخور جداً إن السيد الرئيس في آخر خطاب قال يا جماعة حقكم عليا، ولو حد زعلكم أنا اللي هجيب لكم حقكم. فالنهاردة احنا قاعدين طول النهار نموت الفرخة اللي بتبيض ده، هاتوا من كل ما يحصل تنقص فلوس هاتوا من رجال الأعمال، ده كسبوا بقالهم 100 سنة هاتوا من رجال الأعمال. طب وبعدين يا جدعان، يعني يحصل إزاي الموضوع ده؟ فطبعاً القصة دي أنا شخصياً متفائل جداً بما حدث في الإصلاح الاقتصادي. وعايز أقول لكم كلمة بسيطة، حد فيكم كان يتخيل أن الدولار يبقى بعشرين جنيه والناس تبقى عايشة؟ ده احنا افتكرنا لما الدولار ده هيطلع لعشرين جنيه الناس هتقوم تموت بعضها في الشوارع. مظبوط ولا مش مظبوط يا إخواننا؟ يعني ما حدش كان يتخيل أن احنا نعيش والدنيا تمشي ويحصل ترتيبات. الرجل الرئيس بتاعنا رجل شجاع وواجه المشكلة اللي احنا كان بقالنا 60 سنة قاعدين بنتكلم فيها. اخواننا عايزين نعمل زي ما قال الدكتور في 2004 و2008، مما لا شك فيه ان الوضع كان افضل والعقليات اللي كانت بتساعد الرئيس كانت احسن، لكن الفكرة برضو ما تمش الموضوع 100%، لان الرئيس وقتها كان عايز دايما يفضل يتكلم على الفقراء، وطول ما احنا بنتكلم على الفقراء مش هنتقدم لقدام، لازم نتكلم على الناس اللي بتشغل الفقراء. ما النهاردة ان انا لما بفتحش النهاردة فرصة عمل للناس تشتغل هعمل ايه؟ الموضوع ده هينقلني لحاجة مهمة جدا. عملنا قانون استثمار دلوقتي، المفروض ان حصل تنظيم، حصل لحنا الخلل الرئيسي في ميزان المدفوعات ومستعدين نتحمل، مفيش استيراد ونيجي على نفسنا وكل واحد يجي على نفسه على قد ما، مفيش اي مشكلة، لان في الاخر زي ما بقول لكم عايزين نلاقي بلد يا جماعة، مش عايزين نلاقي عندنا مشكلة، لان اي مشكلة سياسية تضيع كل احنا بنتكلم فيه ده في الارض. فإحنا مهم جدا إن إحنا نلاقي بلد، لازم كلنا نترابط ونقف ورا الرئيس. نيجي نتكلم عملوا قانون استثمار أيام المؤتمر الاقتصادي، إيه اللي جاء من قانون الاستثمار؟ ولا حاجة جات لحد دلوقتي، اتعملت لائحة تنفيذية. أنا شخصيا رؤيتي أن هذا القانون لم يكن مشجع، لأن الرجل اللي حط قانون الاستثمار ما فكرش أن قانون الاستثمار ده واحد معاه فلوس عايز يروح مصر، لأن مصر فيها 100 مليون ومن أحسن الدول المستهلكة اللي هو يروح فيها بحيث ان هو يعمل الاستثمار بتاعه. عنده 100 بلد ظروفها احسن من قانون الاستثمار بتاعنا. دي النقطة نمرة واحد. النقطة نمرة اتنين، الطاقة دلوقتي بتغلى جدا، اصبحت على المصانع في منتهى الغلو. يعني ما تقولي لي النهاردة ايه مشاكل السياحة، اقول لك ان دلوقتي بيحصل تضاعف رهيب جدا في سعر الغاز وفي سعر التكييف بتاع اللوكندات والكهرباء بتغلى بطريقة غير عادية. احنا بنتحمل هذا الموضوع كله. طبعا احنا لو سالتيني على السياحه هقول لك اسكندريه محظوظه لانها لا تعتمد على السياحه. كل الفنادق بتاعه اسكندريه عباره عن بيزنس هوتيلز، ناس بتيجي من الجمهوريه واجانب بييجوا ينزلوا فيها، فطبعا عمر ما الاشغال بتاعها نزل زي ما هو نزل في البلاد اللي بتعتمد على السياحه زي القاهره مثلا او اسوان، ما نزلش مثلا حتى في أسوأ ايام الثوره عن 40-50%. فالحمد لله، يعني لما تسألي أي حد من الإسكندرانية اللي بيشتغل في فنادق هيقولك الحمد لله الدنيا ماشية، لأن الناس بتيجي وما زال هي فيها شغل وحواليها حقول بترول وحاجات زي كده. لكن الجو العمومي بتاع البيزنس، يعني أنا معرفش أنتوا كلكم عارفين الموضوع ده. النقطة الأخيرة في كلامي البيروقراطية، إحنا في صراع دلوقتي موجود مع البيروقراطية وصراع مع الموظفين. أي واحد فينا بيحاول يستثمر الموظف بينتقم منه، ورئيسه ما عندوش تشريع يجبره على حاجة، وما عندوش سلطة يقوله تلت التلاتة كام. هو ده الوضع اللي احنا عايشين فيه. أنا الحقيقة برضو هقول حاجة، يعني قد يكون كلامي يدي انطباع أن أنا مش متشائم خالص. طول ما السيسي موجود أنا مطمئن، ولازم نقف وراه لحد ما يبقى فيه بلد وكلنا نعمل كل حاجة.
الكلام اللي كان بيقوله الدكتور البنا ان رجال الاعمال لازم يساعدوا الفقراء، انا موافق 100%. خلي بس كل رجل اعمال يطلع ربع العشر بتاعته، والله ما هتلاقوا فقراء في البلد، والله ما هتلاقوا فقراء. خليه يطلع ربع العشر بتاعه، لو الواحد عنده اصرار بهذا الموضوع مش هيبقى فيه فقراء. لكن المشكله يا جماعه احنا عندنا امثله سيئه جدا جدا، وانا بنتمي اليهم، رجال الاعمال. في ناس كتير جدا قاعده طول النهار يقول لك العشر المبشرين بالجنه اللي ماشيين ورا السلطه، اللي فين رجل الاعمال الوطني اللي بيحب بلده واللي الناس كلها بتفخر بيه؟ احنا معانا طبعا يعني مثال طيب جدا معانا، يعني الواحد سعيد وده استاذي وراجل محترم الدكتور حسن راتب. فين رجال الاعمال النهارده من اللي بيحصل؟ يعني الاساتذه والاقتصاديين هم بيتكلموا. انا يعني انا حبيت بس وانا بتكلم اتنقل في حته من حته الممارسه ونحن بنشعر بايه. ومع ذلك انا شايف باذن الله تعالى ان شاء الله خيرا، وكل اللي انا بسمعه عن الايام المقبله انها تبقى ايام كويسه، وان شاء الله نكمل الحديث لو كان ليه بقيه. بشكركم جدا. مجدي عفيفي بصفته رجل صناعة، شايف ان الاصلاح الاقتصادي كان في صالح الصناع المصريين، استفادوا من الاصلاح ولا زيهم زي المواطن العادي دفعوا الفاتورة ومستمرين في دفع الفاتورة، وهل عندهم القدرة ان هم يستمروا في سنة تانية وتالتة ورابعة اصلاح؟ هو الحقيقة يعني الصناعة في المرحلة دي انا مش فاهم القائمين على الحكومة هما ليه بيتعاملوا مع الصناعة بأن هي مش القاطرة الأساسية للاقتصاد. يعني أي مصنع سواء صغير أو كبير، أقل مصنع موجود النهاردة عنده عمالة مباشرة لا تقل عن 300 واحد وغير مباشرة أكتر من 300 واحد. يعني المصانع البسيطة بتقدر تدي فرصة عمل للاقتصاد المصري لا تقل عن عدد معين، لا يقل عن 100 150 200، وفي صناعات تصل الى المئات والالفات. طيب القاطره الحقيقيه للانتقال في المرحله اللي احنا فيها ان نهتم بالصناعه. انا شايف ان الدوله في هذه المرحله مجنبه خالص فكره القائمين عليها. بمعنى النهارده لما بنيجي نلاقي ان ارتفاع اسعار الكهرباء بترتفع بشكل جنوني، بعدين ارتفاع أسعار الغاز بشكل جنوني، الكلام ده كل ما في النهاية هينتقل للسلعة اللي بتنتج وبتتباع للمواطن. في النهاية إذا هي تكلفة فالنهاردة هيتحمل تكلفتها رجل الصناعة، هو مش هيتحملها، هو هيتحملها في النهاية المواطن العادي. أما نتكلم إن أنت تزود الضرائب على رجل الصناعة، طب ماشي، أو على رجل الأعمال هتزيد الضرائب، بس في النهاية هي في النهاية هتبقى زيادة تكلفة على المنتج النهائي اللي هو هيتباع في النهاية للمستهلك. وبالتالي النظرة للصناعة وأهميتها وإعطائها الفرصة الحقيقية، وده حصل فترة كبيرة وحصل التنمية حقيقية، الناتج المحلي زاد بشكل عالي جدا في فترة من سنة 2002 ل 2010، حصل نقلة في الصناعة وحصل نقلة حقيقية والدولة انتقلت، وفعلا حصل نوع من الرفاهية موجودة عند العاملين. إنما النهاردة إحنا بنعاني، الشباب اللي بيشتغل معانا بيعاني. يعني إيه واحد بيشتغل 8 ساعات في مكان زي برج العرب، ساعتين رايح وساعتين راجع و8 ساعات شغل، ويكون دخله النهائي 2000 جنيه؟ يعني إيه 2000 جنيه واحد يقدر ياخدهم؟ طب أنا عايز أديله 3 و4 و5 بس مش قادر. ليه مش قادر؟ لأنه في النهاية التكلفة عندنا بقت محدودة والتكلفة عالية، وفي نفس الوقت المنافسة اللي بتيجي من الخارج مفتوحة. فالقصة احنا عايزين نعمل لقاء مستمر بين رجال الصناعة، رجال السياحة، رجال الأعمال، الاقتصاديين. لابد ان يكون في غرفة، في ملتقى، في شيء عشان اللغات تتقابل. اللغات بعيد بعيد عن بعض بشكل مش طبيعي، وفي النهاية الأثر الاقتصادي اللي احنا بنعيشه النهاردة محتاج نوع من إعادة النظر من الدولة ومن
كل الموجودين في كل القطاعات وكلنا مسؤولين عن عملية الإصلاح، بس لازم نتكلم، لازم نقعد مع بعض. الاقتصاديين أهلا وسهلا، بس محتاجين كمان ينضم لهم رجال الأعمال علشان يحصل نوع من التوافق اللي في النهاية يكون في صالح البلد. وشكرا. أستاذ أحمد صقر هو رجل صناعة في مجال الصناعات الغذائية، والصناعات الغذائية ممكن تكون من المجالات اللي بتهم المواطن بشكل أولي، وكمان هو مسؤول لجنة الأسعار باتحاد الغرف التجارية. والسؤال بشكل مباشر، هل حضرتك شايف أن الإصلاحات الاقتصادية اللي تمت في مصر كانت السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار ولا في أسباب أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعاً سعيد جداً بوجودي النهاردة معاكم، حاجة طبعاً أساتذتنا وكوكبة من العلماء، فطبعاً ده حاجة يعني مشرفة جداً بصراحة النهاردة. طبعاً الأسعار كلنا بنعاني من الأسعار، فقير وغني وطبقة متوسطة وكل الناس، يعني ده أمر انتهى خلاص، الإصلاح تم، كل خدنا كلنا المضاد الحيوي، كل يوم عمالين بناخد يعني مضاد حيوي، مفيش ولا فرصه ان احنا نتراجع، خلاص الموضوع انتهى، وان احنا ماشيين في الطريق دون ومش هنرجع عنه، خلاص التعويم تم، الاصلاحات كل يوم والاخر. وبالتالي لكن مساله الاسعار دي لها جزئين. الجزء الاولاني انا همثلها كده بحاجه بسيطه جدا. أنا عشان بشتغل في الصناعات الغذائية هقول لكم إيه اللي تم يعني فيها. يعني الراجل اللي عنده محل صغير وبيتاجر في 200 ألف أو نص مليون جنيه، الراجل ده راح باع محله أو أجر محله لواحد سوري وقبض الإيجار وخد الفلوس حطها في البنك ب20%، خلاص انتهت الموضوع على كده، لأنه طبعا المسألة لا تمثل أكتر من إنه هو عائد. طبعا الإصلاح فيه معوقات واحنا اتحملناه، لكن اللي انا بتكلم عليه اللي قالوا يعني السادة الافاضل كلهم، ان نقطة الخلل اللي حصلت في مصر هي رقم واحد الشباب. الشباب احنا 42% من التعداد السكاني المصري شباب من 18 الى 35 سنة، واللي انا شايفه ان احنا ما عملناش حاجة للشباب. يعني فخامة الرئيس كل شهر أو اتنين بنلاقيه عامل مؤتمر للشباب، بيدعو الشباب للعمل، لأن هو ده اللي فعلا اللي هو قام بالثورة ويتغرغر بيه، وبالتالي جرنا النهاردة لست سبع سنين ما احناش عارفين أولنا من آخره. أنا يمكن لما دعيت إلى هذا الملتقى كنت جايب فكرة وكنت متخيل ان انا ممكن اعرضها النهاردة، لكن انا هحكيها ببساطة شديدة جدا. قالوا ان انا كنت في فرنسا في احد المصانع، وازاي اعالجوا موضوع الشباب دون يعني. فلقيت احد المصانع يعني يمتلك 60% من الحصة بتاعته في فرنسا، لقيت ماركة تانية مختلفة عن ماركة الشركة دي. فسألتهم يا جماعة إيه اللي أنتوا بتعملوا ده إيه الماركة دي وبتاع، قالك لا دي تقع تحت المسؤولية الاجتماعية للشركات الصناعية في فرنسا، إحنا عاملين نسبة من 2-5% من إنتاجنا تحت ماركة مختلفة للشباب، والشباب له معايير معينة، من ضمن المعايير المعينة إنه هو يلاقي التمويل، يلاقي في الشركة اللي هي دي ياخدها، بحيث ان هو يقدر النهاردة يخفض ياخدها من المصنع بسعر التكلفة بتاعته. فبالنسبة له كل المصانع في مصر مثلا، مفيش مصنع في مصر عنده مستغل الطاقة الانتاجية بتاعته كاملة، بالعكس ده النهاردة كل المصانع بتعاني من 60% و50% مفيش تشغيل.
فبالتالي الناس الأجانب اللي هي الفرنسيين عالجوها بأن هم بدأوا يدوا للشباب من 2-5% بسعر التكلفة، بيخلق على المستقبل كوادر. الكوادر دي بعد كده بيبقى كوادر في الصناعة، الناس دي لما بتخش السوق وبتعالج هذه المشاكل، فبالتالي النهاردة بتبقى تلاقي عندك كوادر سواء في الصناعة أو كوادر في التجارة، لأنه طبعا ممكن يبقى مصنع في المستقبل، صاحب مصنع في المستقبل، أو يبقى صاحب تجارة أو توزيع. إحنا مش عارفين، يعني إحنا قدمنا الفكرة دي وبنقول إن إحنا الفكرة دي لازم تاخد رؤية، لأنه طبعا كل واحد بيتكلم يقول لك التعليم الفني. طب التعليم الفني إزاي؟ طب ما أنا أخلي المصنع ده هو ده نفسه التعليم الفني، وهو ده اللي هو يقدم للشاب المنتج اللي هو يقدر يبيعه، وبالتالي النتيجة في النهاية إنه هو هنشغل هذا الشباب ونحقق به على الأقل طاقة إنتاجية أو نشغله ونقلل البطالة، وبالتالي المشاكل كلها اللي بتيجي من الشباب اللي هو بيتغرغر بيهم وعقولهم وكده، في النهاية بنحد من هذه المشاكل وبنجد حل للبطالة عن طريق إن إحنا بنربط الشركات الصغيرة بالشركات الكبرى. لما جه أوباما 2009 عمل حاجتين، اتنين ده لا مجال فيهم. رقم واحد قال إن هو هيتبنى الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة. الحاجة التانية قال الفايدة صفر، إحنا عشان نعمل إصلاح وصلنا الفايدة ل20%. طب مين اللي هيشتغل؟ لازم نقلل هذه الفايدة، فلازم الفايدة لا محالة فيها. لو الناس النهاردة هتشتغل إزاي، إن أنا النهاردة مصنع واقترض من البنك ب20% ولا ب22% وهشتغل، هشتغل إزاي؟ لا يمكن، لا يستقيم الفايدة مع أي نشاط صناعي أو نشاط اقتصادي في البلد. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله. التشخيص زي ما تقال مسألة مهمة، وممكن نلخص التشخيص في ثلاث حاجات بسيطة. هو أنه أكيد عندنا اختلالات مالية ونقدية وهيكلية وتحديات كبيرة، محدش فينا بعتقد أنه مختلف على هذه الاختلالات والتحديات والمشاكل، لكن كمان عندنا توقعات وطموحات مرتفعة جدا لشعب عانى لسنوات طويلة، مش بس بعد الثورة ولكن كمان من قبل الثورة، وعدت عليه ثورتين، وتصور انه بعد الثورتين ان شاء الله كل المسائل هتبقى احسن كتير، فلاقي انه يمكن المسائل صعبت اكتر من الاول. وانه لازم نعترف انه عندنا بعض القيم الثقافية اللي ظهرت بالذات في الاونة الاخيرة سلبية، وخاصة فيما يخص قيم العمل واحترام العمل واتقان العمل. فاعتقد دي الإشكالية اللي احنا بنحاول كلنا نواجهها مع بعضنا. لكن كمان في ملاحظات كتيرة قوي على اللي اتقال، واخرها مثلا في إصرار على انه سعر الفايدة لابد انه ينخفض. في الحقيقة دولة عندها من ضمن الاختلالات او الاختلالات كلها منعكسة في طلب وعرض. احنا الاقتصاد كله بنتكلم فيه على طلب وعرض، الطلب عندنا في كل حاجة اكتر من العرض، فمعناها يحصل تضخم وارتفاع في الأسعار، ودولة عايزة تتدخل فأول تدخل وأسهل تدخل إنه تنقص الطلب. ما هي إما تنقص الطلب يتزود العرض. إحنا النهاردة في نهاية العام الدون وبنبتدي نشوف انخفاض وإن كان طفيف في معدلات التضخم، يتوقع معاها إنه البنك المركزي ياخد إجراءات وقرارات في إنه يخفض سعر الفايدة، مسألة طبيعية وبديهية. لكن ما نقدرش نقول يا حكومة خفضي سعر الفايدة ونرفع الدعم عن المواطن لأنه رجال الأعمال مش قابلين. خلي بالنا الحكومة عاوزة تقلل الطلب على الاستهلاك، فبترفع سعر الفايدة فالناس تضطر تروح تدخر، وده شفناه كتير، راحوا حوشوا ب20%.
ما تقدرش الحكومة تدي 20% للمستهلك وما تاخدش أكتر منها من المستثمر، لكن دي فترة مؤقتة وكلنا عارفين أنها مؤقتة وبعدها هنصلح الأحوال. طبعا ممكن نتكلم على كل سياسة منفردة، ولكن أنا عاوز أدي صورة إجمالية. الملاحظتين الأساسيتين اللي أحب أن أنا أقولهم، أنه لو شخصنا صح، حتى لو حاولنا نقيم الحقيقة، تقييم برنامج إصلاح في سنة صعب جدا، الأثار ما بتبنش الإيجابية بعد سنة. اللي حصل عندنا المرة دي هو إصلاح مالي ونقدي، ولسه سياسات العرض والإصلاح الاقتصادي الهيكلي ما بانتش أثاره قوي. اللي بتبان أثاره هو الإصلاح المالي والنقدي، اللي هو طبيعي بيحصل إنه عملت تحرير لسعر الصرف، يرتفع التضخم، الفقر يزيد، الناس بتعاني، مستويات المعيشة بتتدهور. ودايما بنقول انه اي اقتصادي بيتكلم على اصلاح اقتصادي، يعني معناها عاوز يشوف تحسن في مستويات معيشه الناس. بدون هذا التحسن يبقى احنا ما عملناش اصلاح. لكن الاصلاح ليه فترات، ولازم نبقى عارفين جرعه الدواء هتتاخد امتى وامتى يظهر نتائج الجرعه دي. للاسف الاصلاح اللي بيتعمل في الاول، وخاصه لما تبقى الاختلالات عميقه جدا والتشوهات كبيرة جداً، والوقت اللي تأخرناه كان طويل قوي، فبيبقى الدواء صعب قوي، والأثار السلبية اللي هتبان في الأول واضحة جداً على ما نبتدي نحس بالأثار الإيجابية. الأثار الإيجابية هتظهر أعتقد لما نستكمل الإصلاح الهيكلي اللي أنا هتكلم عليه. بس النقطة الثانية، ناس قالت إنه إمتى إحنا هنفضل على طول في الإصلاح ده. الحقيقة انا مثلا درست الاقتصاد في بداية ما بدأت ادرسه تقريبا 35 سنة، وقالوا انه احنا في مرحلة تحول، احنا اقتصاد in transition، ولغاية النهاردة بنسمع اننا in transition، في تحول. هو احنا ليه ما بنتحولش؟ ملاحظتي اللي انا هقولها ان احنا مرينا بتجارب اصلاح كثيرة جدا من اول السبعينات. اول محاوله للاصلاح كانت في عهد انور السادات لما حاول يصلح منظومه الدعم، وقامت الثوره ولا انتفاضه الشعبيه، مش هصفها، هي قالوها كده، ودي عملت نوع من انواع العقده للحكومات المتتاليه انها تعمل اي اصلاحات، بلاش نعمل اصلاحات. لكن عملنا في 87، وبعدين عملنا في 91، وبعدين عملنا في 2003. بعتقد ويسمح لي أستاذ الدكتور عثمان إن يقول ده، إن إحنا دايما كنا بنعمل الإصلاح لما بيبقى وشنا في الحيط، لما ما بيبقاش في حل تاني. طول ما بيبقى في نافذة ولو صغيرة نحصل على دعم، معونة، منحة تسد الفجوة اللي ما بين الطلب والعرض، بنكمل على كده لغاية ما بتنقطع كل بتجف كل المنابع دي، فبنضطر نعمل الإصلاح. وبنعمل الإصلاح في خطواته الأولى اللي هو إصلاح مالي ونقدي، ثم نتوقف، لأن نتصور إنه الإصلاح نعمله النهاردة وخلاص. لا، الحقيقة تحرير سعر الصرف مش هو الإصلاح، هو أنت بيوصلك لنقطة هي الصح، لكن لازم يبقى سعر الصرف مرن. اني اصلح عجز الموازنه صلحته النهارده وبعدين ابوظه بعد يومين، طب ما هو هيؤدي الى اني مضطر اعمل اصلاح كبير بعد كده. والاهم من ده انه ما بنعملش الاصلاح الهيكلي اللي يسمح لي اني ازود العرض بتاعي وانتقل الى مرحله جديده من مستويات الرفاه. احنا دايما بنلعب على المنافسه في مجال الاسعار، يعني أنا سلعي ما بتعملش منافسة في السوق العالمية ولا في السوق المحلية، ودي مشكلة الصناعة، لأنه المنتجات اللي بره بتنافسني بشدة. نعمل إيه؟ اعملوا تخفيض في قيمة العملة، ده الحل، ده حل من الحلول، إلا إذا قدرت تزود إنتاجيتك. ما بنلعبش على زيادة الإنتاجية قوي لأسباب كتيرة تخص الصانع وتخص العامل وتخص السياسات، ممكن نبقى نناقشها. لكن اعتقد ان المره دي الجديد انه
بنتحرك على محاور كتيرة، وده اللي أكده سيادة الرئيس من يومين وقال إحنا عندنا تحديات كتيرة بس بنتحرك على جميع المحاور على التوازي. في ظني أنه واضح لدينا كلنا بالاتفاق مع الصندوق أن هناك محطات في أوقات محددة عشان نقدر نعرف إذا كنا ماشيين على الطريق الصحيح أو لا، وبيراجعنا فيها الصندوق فيما يخص السياسة المالية والنقدية وسياسة سعر الصرف. السياسات اللي تم البدء فيها نستكملها مع التصحيح، مع الاستماع للمواطنين، لأنه بدون استقرار السياسات تظل عندنا مشكلة عدم استكمال أي علاج صحيح للمرض اللي عندنا. شكرا جزيلا. الأستاذ عادل رجب رئيس النقابة العامة للبترول ونائب رئيس اتحاد العمال في اسكندرية، هو أكتر واحد ممكن يكلمنا على مدى مساهمة الإصلاح الاقتصادي في خلق فرص عمل ووضع مناسب للعمالة في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن في البداية أنا حابب بس أن أشكر القائمين على تنظيم هذا الصالون الجميل، هذه الفعالية الجميلة، حزب الأحرار المصريين وحزب التجمع والمنبر الإعلامي المحترم الدكتور حسن راتب اللي دايما بيشجينا بوطنيته وإخلاصه لبلده وحابب على طول دايما يكون متواجد يقول رأي ورأي بناء، وأنا دائما إن بحب أسمع رأيك لأن بجد إن بنستفيد من اللي حضرتك بتقوله في توازن في الحوار. بشكر كل الأساتذة القائمين ورجال الأعمال في هذه الفعالية الجميلة، لأن احنا فعلا محتاجين إن احنا نتكلم بصدق مع أنفسنا شوية، ويمكن النهاردة كان الحوار خد حبة شد وحبة جذب، وده جميل ودي ظاهرة صحية إن احنا نكون فعلا مش جايين عشان نقول كلام، حتى المواطن لما يسمعنا ما يحسش إن احنا جايين منظمين حوار عايزين نوصله رسالة معينة. احنا جايين فعلا كلنا كمصريين عايزين نتناقش في قضيتنا، واحنا بنبني بلد في ظل إرهاب. ويمكن أنا عجبتني كلمة خلل في القرار، قد يكون هناك خلل في القرار، احنا بشر، ولكن جاء الخلل منين؟ يمكن عشان لما جينا نعمل التنمية ما قدرناش نفرش لها شوية عند الشارع والمواطن المصري ونثقفه ونعرفه يعني ايه دولة في ظروف إرهاب وحرب بتعمل تنمية اقتصادية. فاحنا بس يمكن انا اذكر السيد رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، وانا من هذا المنبر وهذا الصالون بندعو له بالشفاء وعودته لرئاسة الوزراء والحكومة بصحة يا رب في المرحلة اللي جاية. لكن كان الكلمة قال احنا هنضطر ناخد قرار في وقت ما كناش عايزين ناخد فيه هذا القرار. لو اعتبرت هذا الكلام كان عشان كان يجب ان احنا نعرف الناس يعني ايه تنمية اقتصادية، يعني ايه البلد هيحصل فيها تعويم، يعني ايه احنا داخلين على مرحلة عشان خاطر نطلع البلد من مأزق في وقت احنا نعلم وتقال وتذكر ان الدنيا كلها حوالينا حصل فيها يكاد يكون تدمير ارهاب اسود قضى على الدول العربية حوالينا، وكان الهدف الرئيسي هي مصر والإطالة بمصر، ومصر هم عايزينها عشان خاطر هي دي الرمانة بتاعت منطقة الشرق الأوسط اللي لو قدروا وصلوا لها هيقضوا على منطقة الشرق الأوسط وحققوا أغراضهم في المرحلة اللي جاية. ولكن شاء ما شاء أن يكون هناك صاحب قرار جريء بيقول يلا بينا نبني بلد في وقت لما نقول إرهاب وتنمية لا يتفقان. إرهاب وتنمية مفيش أي دراسات قالت إن هم ممكن يتقابلوا مطلقا، طالما في إرهاب ماتت التنمية الاقتصادية. لكن أصحاب الإرهاب على مستوى العالم إحنا نعلم إن يد الإرهاب طالتهم، وطالتهم يمكن الإرهاب في مصر مختلف شكلاً وموضوعاً عن الإرهاب اللي طالهم هم صناع هذا الإرهاب الأسود. وفي كل هذه الظروف يبقى عندنا قيادة بتقول إحنا هنعمل تنمية، يعني إحنا هنعمل محاربة لهذا الإرهاب بتنمية اقتصادية. ده كلام أعتقد بيحتاج مجهود مش من قيادة سياسية وحكومة، من شعب ومن عمال
ودائما الرئيس لما كان بيتك على العمال كان بيتك على العمال عشان عارف ان دول العمال المصريين اللي قادرين ان هم يحققوا المعجزات. فكان لما يخش على مشروع يقولوا له يا ريس هيتعمل في سنتين ثلاثة يقول لهم هي سنة. هو ما كانش بيقول ده عشان خاطر عارف ان في عفريت هيجي يعمل هذا المشروع. عارف ان في موارد بشرية في عمال مصريين قد المرحلة. ما هو احنا تعبناهم ليه بره؟ لان هم مش قادرين قاعدين يدرسوا طبيعة هذا الشعب وتكوينه. التفافه حول القيادة السياسية بتاعه عمال وسياسيين ورجال أعمال نختلف نتفق في الآخر كلنا بنعمل عشان وطن. وأن الأوان إن إحنا فعلا لو كان التغيير للقيادة السياسية هو اللي يحل مشاكلنا كمصريين بكرة نغير، لأن إحنا اللي جبنا القيادة السياسية اللي موجودة وإحنا اللي طلعنا قلنا له عايزينك يا ريس، لأن كنا بنغرق فعلا. ولما جاء الرئيس وبدأ يزرع الناس اللي فاهمة كويس محترمين هذه الدولة القيادات الفعالة في هذه البلد المؤمنين بقضية هذا الوطن حطوا ايدهم مع هذا القائد. ايا كان هناك في سلبيات، خلينا نتفق ان هناك سلبيات، كلنا بنعاني كمصريين. نسبة الفقراء زادت ما احنا بنعمل تنمية في عصر إرهاب، يبقى لازم كلنا نبقى قد هذه المرحلة. وأنا بقول العمال فعلا، وأنا هتكلم حتى في زاوية قطاع البترول عملوا إيه في المرحلة اللي فاتت. لو اتكلمنا في قطاع حيوي تم إدارة الحلقة عليه وهو الغاز وأسعار الغاز ومدى تأثيرها على أسعار الكهرباء، خلينا نتفق إن احنا النهاردة هيحصل في خلال هذا الشهر أو بكتير شهر يناير التشغيل لأقبل حقل غاز على مستوى العالم وهو حقل زهر، وده هيبقى نواة وبذرة للي جاي. كان شرق اسكندرية ثم حقل زهر ثم حقل النورس. هناك في استكشافات، وانا عايز اقول لما بقى في ارهاب وتنميه اقتصاديه بتهرب كبرى الشركات العالميه من ان هي تقعد تعمل استثمارات داخل البلد. لكن لما راح الرئيس وقعد مع الناس حللها مشاكلها دخلت كبرى الشركات العالميه لان هي اللي شغاله، وهي شركه ايطاليه اسمها ايني وهي اللي قايمه بهذا الاستكشاف. اذا احنا قدرنا كمان في ظل هذه الظروف نجيب مستثمرين جوه البلد يقدروا يعملوا لنا هذه الاستكشافات اللي هتحقق لنا بقى ايه في هذه المرحله. احنا بنستورد غاز بما قيمته تحت يعني تقريبا، والارقام قد تكون اصحاب الارقام هيصححوا لي هذا، حوالي مليار دولار غاز. انا النهارده بقول في اول 2018 قد يكون ان شاء الله هيبقى عندنا على الاقل توفير لاحتياجاتنا من الغاز. في نص 2018 هنبدأ نقول هنصدر إن شاء الله غاز. يبقى أنا بعمل عملية توفير للعملة الصعبة، بغطي احتياجات السوق المصري، وأكيد اتكلمنا من شوية على التنمية ودورها وأثرها الإيجابي. عندنا هذه المشروعات شغلت قد إيه من العمالة. إذن التنمية هيبقى لها أثر إيجابي؟ نعم هيبقى لها أثر إيجابي. قد يكون مرحلي، قد يكون مستقبلاً هنحس بيه، لكن ده بيخلينا كلنا نعلم إن إحنا في مرحلة. وأنا اتكلمت على جزء، أنا مش هتكلم على كل الإنجازات اللي تمت في قطاع حيوي استراتيجي يؤثر على الأمن القومي المصري وقطاع البترول. أنا قلت جزء، لكن لو اتكلمنا هنتكلم على مشروعات كتير جداً. واحنا نعلم في ظل المشروعات القومية المقامة على أرض الوطن بتكلف الدولة أعباء كبيرة. في تضخم، في أعباء علينا كعمال، لكن كلنا قد هذا التحدي. وأنا واثق في عمال مصر إن لما يطلب منهم هيعملوا، لأن هم عارفين ظروف بلدهم
وعارفين ان في قيادة سياسية بتشتغل في تراك مستقبلي لهذا البلد، هيبقى نتيجته ايجابية علينا كلنا. بس لو كان هيبقى عندنا في المرحلة اللي جاية اصرار على ان احنا فعلا لازم كلنا نمد ايدنا، لازم كلنا نقول للرئيس احنا في المرحلة اللي جاية معاك عشان خاطر مصر الحديثة اللي احنا كلنا بنحلم بيها رغم كل الاعباء اللي عناها رجال الاعمال والعمال والشعب المصري وفقراء مصر، كلنا ورا هذا البلد من اجل هذه البلد في مرحلة البلد كلها محتاجانا، ولن نزايد ابدا على وطنيتنا مع بلدنا ان شاء الله. الدنيا كلها انا شايف ان هتبقى للافضل والاحسن طالما فيها مثقفين ورجال اعمال ورجال دولة بهذا المستوى الجميل. اشكركم وان شاء الله نلتقي في سالونات. نعم يا فندم. وسيدات طبعا، المرأة يا فندم. اشكركم. أكيد في إصرار، والدليل على كده هو وجود حضراتكم وجايين متحملين عبء السفر في جو صعب زي اللي احنا عايشينه علشان تيجوا تدوا رؤية للحاضرين اللي عايزينكم وعايزين يسمعوكم من أهالي اسكندرية ويعرفوا تقييمكم لتجربة الإصلاح الاقتصادي. خليني أفتح باب النقاش ونبتدي مع الدكتور صلاح حريدي أستاذ التخطيط بجامعة اسكندرية. احنا كاسكندرية نقدر نعمل ايه بدورنا علشان احنا عندنا مشاكل كتير اوريدي محليه في اسكندريه فيما يخص الاستثمار والتنميه وكلام من ده، فعايزين نشوف ايه من جوه او من تحت الاهداف بتاعه الدوله ازاي نقدر نشتغل. احنا بما ان احنا في حاله حرب واتفقنا ان احنا لازم نشتغل مع الدوله، فدورنا كمجتمع مدني بالذات الناس بقى اللي هي يعني عندها خبره وناس اكاديميانز ورجال اعمال وكل دول، يعني انا الحقيقه بقترح وجود مجلس للاستثمار نتكلم فيه ازاي. هو مجلس محلي للاستثمار، هو طبعا يعني القصه بتاعته ان هو يبقى مجلس محاكم بيشوف الرؤى الدوله عندها. يعني احنا لسه قريب كان في مؤتمر في اسكندريه هنا، كان وزيره التخطيط اتكلمت كويس جدا، وبعدين اتكلم المستشار بتاعها اتكلمه كويس جدا، لكن لما ابتدوا التنفيذيين في المستوى الاقل ابتدينا بقى نلاقي كلام يعني اللي احنا بنصطدم بيه. وبالتالي الحقيقه انا شايف ان الكاليبر ممكن يبقى مشكله، فاحنا عايزين كاليبر من الناس يقدر يجمع يعمل لنا خريطه استثماريه، يجمع يعمل داتابيز. احنا لو طلبنا خريطه بسيطه في حي عشان نلاقي فيها ارضين فاضيين ما بنعرفش. ف وزاره التخطيط عندها ده لكن ما عنده هو ما مش موجود محليا، فاحنا عايزين هذا الوضع ان احنا نجمع. طبعا لازم في اليات، يعني ناس بقى تكنيشنز صغيرين يشتغلوا في الموضوع ده علشان نعمل يعني نجمع المعوقات الاستثماريه ونعمل قاعده معلومات. قاعده المعلومات دي تبقى متسجله ولها سايت واكسسبل وشفافه وحاجات كتير قوي. نجمع المعوقات الاداريه والادارات اللي فيها المشكله ونبتدي نواجهها ونصعدها. مساله التدريب، قطاعات كتيره بتبقى محتاجه لتدريب متخصص وفي برامج للتدريب، احنا ممكن نعمل ماتش ميكنج. قانون الاستثمار الجديد لسه غريب شويه على الناس، لما هنبتدي نجربه ونشتغل فيه هتطلع مشاكل، ولازم المشاكل دي نبتدي نحتك بيها، ومفيش قانون ابدي يعني ممكن يتصلح يتعدل يبقى له قرارات مكمله الى اخره. اعتقد ان احنا ده ممكن تبقى يعني كورنر ستون نبتدي نشتغل عليها، واعتقد ان ده يعني ممكن يبقى عندنا جسم ممكن يخلينا نشتغل، وده يبقى مثل ممكن يتكرر في اماكن اخرى. انا الموضوع اللي هتكلم فيه هو الموضوع الضريبي، موضوع الضرائب، منظومة الضرائب وعلاقتها بالإصلاح الاقتصادي.
وايضا قبل ما ابتدي فيها يجب ان انا يعني احيي المتحدثين من المنصه اللي استطاعوا فعلا بتكاملهم وبحوارهم انهم يخلقوا علاقه تكامل وارتباط ما بين حتميه الاصلاح الاقتصادي وبين ضروره منظومه العداله الاجتماعيه ومنظومه وانه هذين الاطارين لا ينفصل يعني عن بعضهما. الاولويات يمكن ترتيبها لانه وفي نفس الوقت اهميه هذا الفهم في الارتباط هو انه اي ظاهره والظاهره الاقتصاديه بالخصوص هي ظاهره متشابكه، ما هياش ليس لها وجه واحد، وهي علاقات متبادله بين متغيرات عديده كما نعرف جميعا كاقتصاديين. الحاجه اللي قبل ما اتكلم في موضوع الضريبي مباشره، ايضا يجب ان احنا نضع في اعتبارنا واحنا كحزب تجمع احنا بنضع في اعتبارنا انه مصر الان بتنتقل في مرحله انتقاليه طويله كان الامل ان تتحقق في الخمس ست سنين اللي فاتت، كان الامل في البدايات لما خرج الناس في يناير او ثم بعد 30 يونيو بدا العمل على توجه لتحقيق هذا الانتقال للتخلص من سلبيات واثار واعباء المراحل السابقه. فعمليه الاصلاح الاقتصادي احنا بنراها انها ضروره، وهي ضروره يعني مش هنقول فنيه، هي ضروره اقتصادية في الأساس، ومعنى الاقتصاد هو معنى شامل اقتصادي واجتماعي ومالي إلى آخره. فإذن إحنا شايفينها إنها كما تحدث المتحدثين المحترمين قبل كده. ضرورة علاقة المنظومة الضريبية بالإصلاح الاقتصادي إحنا بنشوفها، أنا يعني هطرحها في ثلاث عناوين. العناوين الثلاثة هي مرتبطة بعملية بناء الدولة الحديثة وبناء المنظومة القادمة الجارية للتنمية ومتطلباتها. الحاجة الأساسية إحنا بنعمل إيه؟ عاوزين نبني قدرة اقتصادية عالية ونزيد من مواردنا. الحاجة الثانية إن إحنا لازم ندير ده بكفاءة، ده العنصر الثاني، الكفاءة. الحاجة الثالثة توزيع عادل لثمار النمو أو توزيع عادل فيما بين المستفيدين جميعا. هؤلاء المستفيدين ما بين المجتمع الضريبي وبين المجتمع الكبير اللي هو المجتمع المصري، اللي هو الشعب المصري. شبكة الحماية الاجتماعية دي بينبثق منها مشروع مهم جداً اسمه تكافل وكرامة. تكافل وكرامة شغال على شقين، إن هو بيقدم دعم نقدي لمستحقين المشروع ده، ودعم صحي بمعنى إن هو بيوفر لهم رعاية صحية كاملة بالمجان، سواء تحاليل أو أشعة أو فحوصات أو علاج. إحنا دلوقتي الدولة حطت لنا الموديول اللي هنشتغل عليه. الدولة وفرت للناس دي ازاي ان احنا نقدر، او حددت لنا داتا بيز للناس الاكثر احتياجا او الناس اللي احنا محتاجين ندعمهم. كل دول العالم مطبقه جمعيات او مؤسسات لاصدقاء مرض معين، عندنا اصدقاء مرضى السكر، اصدقاء مرضى الكبد. الجمعيات دي بتاخد جزء كبير من دعم رجال الاعمال في دول العالم كله. احنا هنا في مصر واقفين فين؟ مش معقول هنخلي كل حاجه على الدوله. الدوله عندها أعباء كتيرة جداً ومسؤوليات كتيرة قوي. إحنا محتاجين المشاركة المجتمعية، وده بيتوفر حالياً في وزارات كتيرة جداً، منها وزارة الصحة اللي أنا تابعة ليها. وزارة الصحة بتعمل توأمة مع بعض الشركات والمؤسسات اللي من خلالها بتقدم نموذج المشاركة المجتمعية، وإن إحنا من خلالها بنقدر نرعى الفئات الأكثر احتياجاً. فأنا سؤالي موجه لحضراتكم، وعايزة أعرف دور حضراتكم إيه
أو لو في رؤية لحضراتكم إن احنا نقدر نعدي بالفئات الأكثر احتياجاً لبر الأمان. شكراً لكم. احنا عندنا جهاز إداري ضخم جداً، هذا الجهاز توحش وتسرطن لدرجة إن هو بقى جزء من المشكلة المعوقة بدل ما يبقى عامل مساعد. فده خلينا متفقين، عندنا رؤية بنتكلم عليها شعارات جميلة جدا، فكرة اللامركزية، وده كلام محتاج قرار، وقرار واضح ومن فوق مش من تحت، لأن في الآخر اللامركزية بتعني استقلال، استقلالية اقتصادية، وبتعني تقسيم أقاليم اقتصادية، وإحنا ما عندناش استعداد. الوزير فوق يتنازل عن الحتة دي، الوزير عايز يحاسب وكيل الوزارة بتاعه تحت، فده كلام خطير. في الآخر إحنا محتاجين الدولة زي ما قال حسن بيه، الدولة، الفرق بين الدولة الرخوة والدولة القوية هي مكونات واحدة، المنظومة التشريعية، منظومة قضائية، وسلطة تنفيذية. في الدولة القوية المنظومة التشريعية منضبطة ما فيها ثغرات، المنظومة القضائية قضاء ناجز وسريع لأن العدالة البطيئة مميتة وقاتلة، والمنظومة التنفيذية هي غير انتقائية. لما نتكلم إن ده مش موجود ده بيأثر على الدولة، لما نتكلم إن الفساد اللي موجود بمعدلاته اللي كانت أحد أسباب الحقيقية في 2011 رغم النتيجة العكسية اللي حصلت إنها عطلت الإنتاج ووقفت جزء من الاقتصاد المصري، ده حقيقة بنعترف به، لكن الصراع اللي وصلنا له عدم وجود حلول وأفق للحل في المشكلة السياسية المصرية اللي كانت موجودة في 2010 وما قبلها كانت نتيجته الطبيعية إن إحنا بنصل للصدام وللثورة. إحنا في وقت من الأوقات عندي أرقام صغيرة إن في شركات ضخمة جدا في مجال الاستثمار العقاري شغالة في مصر وبتكسب كويس جدا، لما راحت الصين والهند فشلت، لأن أولويات المجتمع هناك وثقافته هو الورشة والوحدة الإنتاجية. إزاي يبقى جزء من وحدة إنتاجية؟ مش حلمه الشقة، مش حلمه المصيف، مش حلمه حاجات تانية كتير. التوجهات دي إحنا محتاجين نشتغل عليها. لما يبقى عندي 3 مدن في مصر، وده رقم لازم نقف قدامه شوية، وللأسف الشديد سيادة الوزير قال السياحة مش هترجع. أنا مع تحفظي على الكلام ده، بس أنا محتاج أعرف حاجة. لما يبقى عندي 3 محافظات في مصر، أسوان والأقصر الغردقة وشرم الشيخ، وأفاجأ في انتخابات 2011 و12 و13 إنها بتصوت بنسبة عالية للتيارات المفروض إن هي رجعية أو الدينية التجاوز، إزاي؟ إزاي ممكن أختار الناس اللي ضد مصالحي؟ في أسوان سياحة، في الغردقة سياحة، شرم الشيخ سياحة، الأقصر سياحة، وأفاجأ إن نسبة التصويت فيها ومحدش فينا واقف قدامها من 93% لـ97%. فين الدور اللي رجع فيه رجل الأعمال لرجال الأعمال الوطنيين أو الرأسمالية الوطنية؟ أنا آسف، في دور كبير جداً لرجال الأعمال بمساعدة التيارات السياسية والمجتمعية إن إحنا لازم ننقي هذا السوق. ما فيش اقتصاد يا جماعة بيتبنى على ناس بتجرح بعض، الاختلاف لا يصنع مجتمعا سليما. فكرة الحرب اللي بيننا، فكرة كراهية الآخر، فكرة إقصاء الآخر، أنا أرى أنها فكرة لازم يبقى لها مواجهة. أنا شايف في الآخر إن المواطن المصري يستحق منا رؤية أفضل من كده. كلنا عايزين يكون لكل واحد فينا دور، واحنا بنجاوب على الاسئله هيكون في كلمه اخيره من كل متحدث هيقول فيها اهم تحدي هو شايفه من وجهه نظره امام الاصلاح الاقتصادي، وازاي الحكومه تتجاوز ده في سنه ثانيه وثالثه ورابعه اصلاح اقتصادي. وهبتدي بالدكتور محمد. التحدي هو ان ننتقل الان من الاصلاح الى النمو والتنميه، وأنا بحمل رواد الأعمال هذه المسؤولية، لا تنتظروا كثيرا من الحكومة، الحكومة عليها دور. القطاع الحكومي عموما أهميته ودوره في الاقتصاد المصري لا يزيد عن 25-30% من الناتج المحلي الإجمالي ومن قوة العمل. القطاع الخاص هو المسؤول عن بناء طاقات وقدرات إنتاجية، نحن نريد بناء طاقات وقدرات إنتاجية في كافة مجالات النشاط الاقتصادي.
بدءا من الزراعة والصيد والرعي والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات الأساسية في الاقتصاد المصري. مسؤولية رواد الأعمال هي بناء أصول إنتاجية تخلق فرص عمل وتضيف قيمة مضافة للناتج المحلي، تنتج منتجات سواء للتصدير في المقام الأول أو للإحلال محل الواردات. هذه مسؤولية رواد الأعمال. شكرا جزيلا. دكتور سعيد، أهم تحدي من وجهة نظرك؟ لن يحل مشكلة البطالة في مصر إلا قطاع الصناعات الصغيرة والصناعات المتوسطة. هذا القطاع للأسف الشديد 300 حاجة، 7-8 جهات دخل عليه، ما ينفعش. لازم كل المنظومة التمويلية تيجي ويبقى قطاع. ما ينفعش أنا كمصنع صغير أروح للمحليات. فنحن نحتاج إلى معاملة علمية لهذا القطاع تسمح له. القانون القديم كان بيدي إيه؟ للمشروعات الممولة من صندوق الاجتماعي يقوم يديله نسبة إعفاء من الضريبة 5 سنين. وبشروط لو أنا داخل مع واحد تاني بفلوسي لا أعفى. اللي داخل بفلوس التمويل هو اللي يعفى. كنا قلنا كويس. جت المنظومة الجديدة لغت ده. احنا بنقول تاني أنا الأوان. فندم أنا يكفيني المشروع الصغير القطاع غير الرسمي، إذا أردت أن أنميه أقول له تعالى سجل، مش عايز منك ضريبة. تعالى سجل عشان تدخل في منظومة، لأن الحركات التانية هتزود. الفكر المالي النهاردة والفكر الضريبي لم يعد بالشكل التقليدي. الفكر ليه توجه اقتصادي داعم لاقتصاد البلد، داعم للنمو وليس العكس. وليس العكس، ده بالعكس. ده في رجال اعمال قعدنا معاهم قبل الثوره ما تقوم وكانوا بيقولوا والله يا ريت يطلبوا مننا اكتر من احنا عايزين نساعد الفقراء. رجال الاعمال هم وطنيون كثر في مصر وهم على استعداد، بس ادوا له رؤيه واضحه. فانا اثمن وبقول لك تاني، لدينا قطاع المشروعات الصغيره لابد وان ينظر اليه، لان قانون الاستثمار الموحد اداله ادى بعض الشركات ومجموعات، واحسن ذلك عندما وزع الحوافز وربطها بالمناطق الجغرافية اللي فيها نسبة الفقر عالية. فقال له حديك مكون استثماري وخصم لك 50% ضرائب، واداله مكونات تانية جدا، حوافز هائلة جدا. أنا أرى أن التحدي الأكبر هو كيف ينفذ قانون الاستثمار بمفهومه الذي صيغ من أجله. ما زالت مشكلتنا في الآليات. الرسالة اللي تطلع من اللقاء ده هي أنه يتكرر وفي داخل المحافظات المختلفة وربما على مستوى المراكز، مش عايز أقوله القرى، لأن الموضوع الاقتصادي لا يجب أن يكون معقد ويجب أنه هو يوصل للناس ببساطة كل قضايا الاقتصاد. المسألة الثانية أن اللقاء بقدرنا من خلال الأسئلة ومن خلال الكلام الأساتذة أن ندمج ما بين أهداف الإصلاح الاقتصادي والأهداف الإنسانية والفكرية لهذا الإصلاح. الرسالة والتحدي اللي قدامنا دلوقتي، أو مش إحنا في الندوة لكن قدام الدولة المصرية، حاجتين، والحاجتين دول ما يفهمش مفهوم عقائدي مسبق. لازم نتمسك باللي بيتم كل فترة وكل يوم. لازم الحكومة تسأل نفسها سؤال، أنا أضرب في ظل نظام لتنفيذ برنامج الاقتصادي الحالي أوازن ما بين الثروة البشرية اللي لازم أحافظ عليها ونميها وما بين إصلاح أوضاع المالية العامة ولا لا؟ يعني الاهتمام بالصحة والتعليم والثقافة. السؤال الثاني، في ظل ده برضو أقدر أسيطر على السوق بمعنى ضبط السوق بالمفهوم الرأسمالي الليبرالي؟ يعني السلعة زي ما كان بيقول حسن بن راتب، إنها ما يجبش أن يكون لها سعرين، بس كمان ما تبقاش متخزنة للاحتكار ولا تحت إيد ولا السلعة تتعامل باعتبارها احتياج للي يقدر عليه، خاصة في السلع الغذائية الأساسية اللي لها علاقة بغذاء الأطفال وغذاء البشر. شكرا. رسالتي إلى الحضور أنه لابد أن يحدث قدر في هذه المرحلة من التوافق العام على الأسس والتحديات الرئيسية التي يجب أن نواجهها. في تقديري التحدي الرئيسي هو ما تتعرض له الحكومة من ضغوط شعبوية تخلط بين ما هو واجب اقتصادي
أساسي وما هو يعني مطلوب في الأوضاع العادية التقليدية. ومن هنا لما بقول إنه إحنا في ظل ما يشبه اقتصاد الحرب أو حالة حرب والضغوط الخارجية إلى آخره، لا خلاف على دعم الفقراء. خلافي هو أننا لسنا كلنا فقراء. أنا الدكتور عثمان محمد عثمان عندي دخل معين ووضع مالي معين، الأسعار زادت فأصبحت تشكل عبئا لي، لكن I can afford it. أيوة أنا كنت بشتري الحاجة بعشرة بقيت بشتريها بعشرين، بس أنا قادر ما زلت على أن أشتريها بعشرين، فلا يجب أن أعطى أي دعم لمجرد أنه الأسعار زادت على الجميع. الأسعار زادت أكثر من يتضرر بها هم الفقراء. دكتورة شيرين موجودة معانا، كم تقرير عالمي أصدرناه عن قضية الفقر والتوزيع وإلى آخره، محدش عايز يستجيب لأن نقصر الشعار ده من الستينات. الدعم لمستحقيه، الخلاف حول من هم مستحقيه. أنا ومعايا الدكتورة شيرين وأساتذة محترمين عارفين من هم المستحقين، ومحدش عايز يقتصر عليهم. ليه؟ لأنه إحنا كلنا بالشكوى من الأسعار والتضخم والكلام ده بنضغط على الحكومة ونخوفها، فضلاً عن أنه الحكومة في النهاية بتمثل يعني المجتمع بفئاته المختلفة، فمن في الحكومة برضو بعضهم يعني إحنا نلغي الدعم ليه؟ ليه نعمل تعليم بفلوس إذا كنا مستفيدين من التعليم المجاني؟ لكن إذا كنت أنا قادر على أنه أدفع لابني التلميذ، معلش أنا يعني هكرر يمكن كلام قلته يمكن حضراتكم زعلانين وتأخرنا، أدفع لابني في من المدرسة من الحضانة من كيجي وان لحد الآي جي والثانوية العامة آلاف الجنيهات سنويا، ويدخل كلية الهندسة يدفع مش عارف 75 جنيه رسوب. طب ما من دفعه يقول لك لا ما هو يعني معنى اللي مش قادر يجيب شهادة فقر. وإيه يعني؟ ابني لما تقدم لكلية الهندسة في الجامعة الأمريكية ادوله استمارة قالوا له ملاها فيها وظيفة الأب، أستاذ جامعة يعني موظف عام، راح مديله 25% تخفيض في الرسوب. لا أنا اتكسفت ولا الجامعة الأمريكية اتكسفت إنها بتفرق بين الموظف العام ورجل الأعمال. رجل الأعمال يدفع 25,000 جنيه في السمستر وابني يدفع 18 بس. إيه العيب إنه يتقال سامح عثمان محمد عثمان الوالد وزير يدفع 2000 جنيه؟ دلوقتي بدأنا نتحايل عليها من سنوات ونعمل قسم إنجليزي وقسم فرنساوي. هذا مش تمييز انه عشان انا ادخل قسم انجليزي ادفع 2000 ولا 3000 ولا مش عارف ايه، واللي دخل قسم عربي ما يدفعش، وجايز اللي في القسم العربي اغنى من اللي في القسم. يعني في امور انا بسميها ضغوط شعبويه. الإجابة دايماً على أسئلة الحكومة عملت صح ولا غلط، ما أعتقدش أنه الإجابة أيوة أو لا بتخيلي أو الريفلكشن بتاعي دي إجابة صحيحة، لابد أن يكون هناك دراسة. علشان كده لما نقول مثلاً نرفع سعر الضريبة أو نخفض سعر الضريبة، الحقيقة أنا ما بيعجبنيش هذا المناقشة في مصر، لأن ولا دراسة معمولة بتقول ما هو أثر الزيادة عن المعدل الموجود أو انخفاضه على إجمالي الإيرادات. لكن في أمريكا لما بيعملوا نرفع أو نخفض، كروجمان ولافر والاقتصاديين عارفين مين كروجمان ومين لافر، لما يقعدوا الاثنين يعملوا الديبيت مع بعضيهم كل واحد عامل دراسة بيثبت عكس رأي الآخر، بس على الأقل في دراسة. فيعني صعب ان احنا نقول فالمفروض ان احنا نعمل دراسه ونشوف نعلي او نقلل معدل الضريبه عن ما هي عليه، ولكن المعترف به انه في دول شبيهه بظروفنا والاداء البيروقراطي والكاباسيتي بتاعه الاداره الضريبيه على الوضع الحالي بيبقى الاسهل انه سعر ضريبه
بسيط وموحد عشان نقدر نجمع الإيرادات. لكن كمان عايزة أرد على أستاذي الدكتور سعيد لما بيقول على إنه إحنا مبيبقاش عندنا دعم نقدي ولازم نقتصر، أو مثلا زي أمريكا عندها فود ستامب وهو ليس دعم عيني على لأنه مفيش ده هو ستامبس، وإحنا كنا بدأنا ننتقل من منظومة الدعم العيني إلى منظومة قائمة على الكوبونات شبيهة بالكوبونات وما كانش فيها دعم عيني، إنما حصل انحراف وده اللي لازم نرجع له تاني، لأنه كان الهدف من إصدار لو تتذكر حضرتك الكارت البطاقة الذكية إن كل مواطن يعرف في آخر السنة وصل له من الحكومة قد إيه. ما فيش مواطن بيحس بإنه الدولة بتساعده إلا لما يعرف إيه القيمة اللي أخدها من الدولة دي، إحنا ما بنعرفش، فقلنا لا نعمل البطاقة الذكية آخر السنة هيعرف إنه وصل له 50 جنيه لكل مواطن في كل شهر عن الدعم الغذائي، بس دلوقتي بيوصل له 50 جنيه زائد دعم للسلع نفسها لأنه في انحراف عن السعر اللي بيشتري بيه من تحت مع البطاقة عن خارج البطاقة، ودي غلط في المنظومة. لكن جرى العرف في الدول المختلفة إنه ما يبقاش شبكة الأمان الاجتماعي هي برنامج وحيد، ولكن في النهاية رسالة بتقول إن إحنا بنحاول إن إحنا نعمل استهداف حقيقي، لكن في ظرف زي ده ما أعتقدش إنه نحمل الحكومة ونقول لها النهاردة هنلغي كل الدعم، بنعمل مراحل في دعم الطاقة يليها في مراحل لدعم الغذاء لغير المستحقين، وشكرا جزيلا. التحدي الأخير اللي شايفه الأستاذ عادل رجب بيواجه الإصلاح الاقتصادي. خلينا نتفق على إن رجال الأعمال عليهم عبء كبير في المرحلة اللي احنا فيها حاليا، وكانت حبة القوانين ما كانتش على وفاق مع ما تتطلبه العمالة في مرحلة معينة، لكن اتعدلت القوانين بتوافق ما بين رجال الأعمال والحكومة وما بين التنظيمات النقابية اللي موجودة، وأكيد في المرحلة اللي جاية ده هيبقى لنا انعكاس على العامل في القطاع الخاص، وإحنا حابة لازم نكون كعاملين مع القطاع الخاص نستوعب إن ما فيش صاحب عمل عايز يعمل استرس على العامل، لأنه في الآخر هو عايز ياخد منه نتيجة يعظم بيها اقتصادياته عشان خاطر ينجح في مشروعه اللي هو عامله، مش عايز يمثل له ريسك في الاخر يطلع بنتيجه سلبيه لا يعظم اقتصاد مشروعه ويخسر رجل الاعمال، لان هو فاتح مشروعه عشان حاجتين، عشان عامل وموارد بشريه ودوله تستفيد، وهو في الاخر هيبقى مستفيد بهامش ربح. العلاقه علاقه تكاد تكون متكامله، لكن انا لا ارى ان في رجال اعمال في مصر عايزين ياخدوا حقوق العمال ابدا، هي مرحله بيعيشها رجل الاعمال زي ما بيعيشها رجل الشارع زي المواطن المصري زي العامل، كلنا في مأزق لازم نطلع منه، مرحله بنقولوا فيها الدوله، نختلف في الاراء نتفق على دوله ان شاء الله مصر في المرحله اللي جايه هتبقى زي ما احنا عايزين باذن الله. شكرا يا فندم. التحدي الحقيقة اللي احنا هنعمله صالون جاي التحدي الخطير جدا اللي لازم نطرحه بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح قدام الحكومة، ولابد اننا نعالجه كلنا ويشارك فيه الأحزاب ورجال الأعمال وكل الدولة، تآكل الطبقة المتوسطة في مصر. ده أكبر تحدي بيواجه هذه الأمة دلوقتي. الطبقة المتوسطة جزء ارتفع لفوق قليل قوي وبقوا من الأغنياء، والجزء الكبير نزل لتحت بقوا من الفقراء. ازاي نعيد تركيبة الطبقة المتوسطة مرة أخرى، لأن هي دي الطبقة اللي بتبني المجتمع، هي دي طبقة المثقفين، هي دي طبقة أساتذة الجامعة والناس المتحضرين اللي بيقدروا يعملوا حركة نمو في المجتمع حقيقية. الطبقة دي بتتآكل دلوقتي وبقت فيها مشكلة. الحقيقة الحل بتاعها إن احنا نبدأ بالسوشيال إيكونومي، والسوشيال إيكونومي في العالم بدأ بشكل واضح قوي في 2008 بعد الكرايسيس اللي حصلت، بدأ يحس ان اليات السوق بتبهدل الدنيا، فبدأوا يوجدوا حاجة اسمها النظم التعاونية
وبدأوا يعظموا دورها شوية. ولذلك دعونا نعود مرة أخرى للاقتصاد الاجتماعي ونحاول أن نعيد صياغته وندفع الحركة التعاونية بقطاعاتها المختلفة الزراعي والإسكاني لأن دي ثقافة عمل جماعي. ولذلك الصالون القادم سيكون كيف نساعد الدولة ونساعد الحكومة ونساعد صانع القرار في أننا نبني إعادة بناء الطبقة المتوسطة في المجتمع بالاقتصاد الاجتماعي اللي يحقق حلقة الاتزان ما بين آليات السوق اللي بتخضع للربح والخسارة بس وما بين ثقافة العمل الجماعي لترسي إعادة بناء الطبقة المتوسطة. حقيقي مجتمعنا ممكن تحل مشاكل كتيرة فيه بقرارات، ولذلك عايزين ندور على القرارات عشان نحطها في أذن صانع القرار اللي ممكن تحل مشاكل التشوه الضريبي، التشوه التشريعي اللي موجود اللي احنا بنعاني منه، الفاقد والتالف اللي موجود في المجتمع. كل دي حاجات في الاقتصاد ممكن ننميها. بحط لكم بالعصف الذهني اللي احنا بدأنا بيه واللي حضرتك قلت عليه للصالون الجاي كيف نعيد بناء الطبقة. وخلينا نكون عندنا شيء من الإيجابية، نحن لا نحفز أمال غير حقيقية في نفوس الناس، لكن على فكرة الأمال حقيقية وعندنا الميزات النسبية اللي ممكن تتحول لقدرات تنافسية. ومجتمعنا غني وثري، ثري بيكم وثري بينا. والفقر ما هوش فقر حاجة، والندرة ما هيش ندرة حاجة. الحقيقة الفقر فقر فرصة، وإحنا اللي نستطيع أن احنا نوجد الفرص، وإحنا اللي بنضيع الفرص دي. كيف لا نستطيع أن نضيع الفرص وكيف أن نوجد فرص حقيقية لإعادة صياغة الحركة الحياتية في المجتمع؟ أنا بعتقد ده موضوع الصالون الجاي إن شاء الله. شكراً.